Voilà l'exercice 2, le bénéfice d'air. Ok, l'exercice 2. Donc, on a deux solutions d'acide faible. Hein, deux solutions d'acide faible qu'on a les faibles. On a deux points d'inflexion, on a trois concavités, deux points de flexion. Donc, deux acides faibles à manière d'un dosage par une base forte. On a dit c'est une base forte. Donc, on a الحقيقة عندي أربع محطات. المحطة الأولى مش ننطلق من الأسيد فابل اللي مش ندوزيه، سواء الأسيد ميتانويك وإلا الأسيد إيتانويك. المرحلة الثانية لهنايا في البوان دي فليكسيون الأولى عندي سوليسيون طومبون، عندي سوليسيون طومبون. قلنا سوليسيون طومبون هذه البي هاش نتاعها ستون كونستانت، ما تتبدلش البي هاش كي نعمل ديليسيون ولا نزيد أسيد ولا نزيد باز. المرحلة الثالثة نوصل ليكيفالونس لهنا في الدوزيام بوان دو فليكسيون. في البوان ديكيفالونس قلنا إذا كان انطلقت من باز فابل دونك في ليكيفالونس باش يكون عندي أسيد، إذا كان انطلقت من أسيد فابل في البوان ديكيفالونس باش يكون عندي باز فابل. دونك الكونجوغي ديما في ليكيفالونس لهنا ديما الكونجوغي نتاع الانيسيال اللي انطلقت منه، دونك انيسيالمون عندي أسيد فابل الكونجوغي نتاعو لهنا باش نلقى باز فابل في البوان ديكيفالونس عندي باز فابل. والمحطة الأخرانية المحطة فينال اللي هي لهنايا أليتا فينال باش يكون عندي باز فورت بطبيعة ديما في الأخرانية فاش قاعد نصب قاعد نصب في الباز فورت. دونك فينالمون باش نلقى في السوليسيون بتاعي اون باز فورت اللي نصب فيها اللي هي لهنايا كون أنا وهاش. فوالا فينالمون باش يكون عندي البي هاش نتاع الانا او هاش. فوالا به اش قال لي هنا الكيستيون الاولى قال لي خدمناه دي ترميني لي كوردوني دي بوان دو كيفالونس بور شاك دوزاج، خدمناه هي بال ميثود نتاع لي طونجونت باراليل. دونك هذه الميثود تاع لي طونجونت باراليل. دونك عندي الكورب الاولانيه خديت طونجونت باراليل في لي دو كونكافيتي، دونك الكونكافيتي لنا الكونكافيتي لنا عملت لي دو طونجونت، بعد عملت البيربوندكولير عملت الميدياتريس، ميدياتريس على البيربوندكولير هذيك الانترسيكسيون عطاتني لو بوان دو كوفالونس او ان اللي هي 8.3 هذه هي البي هاش نتاع لاسيد ميتانويك. بالنسبه للاسيد الثاني دونك طونجونت هذه نفسها. دونك جوست باش تعمل تانجونت على الكونكافيتي نتاع الكورب الثانيه. دونك كونكافيتي نتاع الكورب الثانيه هاي لهنا وهذه ما اصلا موجوده. دونك هذه تانجونت الثانيه وعملت كلها على البيربوندكولير هي نفسها المدياتريس عطاتني الاو 2 عطاتني لو بوان دو كيفالونس بالبروجيكسيون لقينا البي اتش نتاع تاع البي اتش ليكيفالونس نتاع لا سوليسيون الثانيه اللي هي 8.8. بالنسبه للفوليوم دو باز جوتي لقيناها 20، دونك بروجيكسيون على الاكس دي زابسيس لقيناها 20 مليليتر. فوالا هذو هما الكوردوني تاع اي اس 2 اون لا ميم كونسونتراسيون. دونك هنايا خدمنا بالإكيفالونس، خرجنا من الإكيفالونس نومبر دو مول داسيد إيغال نومبر دو مول دو باز أجوتي كوردو. دونك ومن هذيك بينا أنو سوليسيون إس أن سوليسيون إس دو اللي هما دو سوليسيون أسيد عندهم نفس الكونسنتراسيون. دونك هذاك اش عملنا، خرجنا من الإكيفالونس لهنا. دونك سي أ في أ إيغال سي بي في بي أو، سي دو في أ إيغال سي بي في بي أو، بويسك هما عندهم نفس الفوليوم دو لا باز أجوتي اللي هو لهنايا 20 مليليتر والكونسنتراسيون سي بي نفسها. علاش سي بي نفسها؟ على خاطر تو سامبلومون نفس الباز نصب في نفس الباز عليهم الزوز. دونك هذوما الزوز قد قد والفي ا قد الفي ا 2. دونك الفوليوم تاع الاسيد الاول قد الفوليوم تاع الاسيد الثاني، وبالتالي لي دوز اسيد مش يكونوا عندهم نفس الكونسنتراسيون. ولا هذايا الا شفناه الحصه اللي فاتت وردو به.
Et Allah Muhammad Rasulullah, Basnoua Qali, Qali justifié que la comparaison de pH initiaux de deux solutions S1 et S2 permet de comparer les forces relatives de deux acides. Donc, je viens de comparer les forces dans les deux acides. Yani, nous avons l'acide ou l'acide le plus fort. Donc, nous avons la méthode. Mais ce sont deux acides faibles, mais nous avons l'acide qui est plus fort. Mais nous avons l'acide qui est plus fort. Il y a plusieurs méthodes. هنا يفرض عليه ميثود اللي هي الميثود دو بي اتش يعني قال لي قارن لي بي اتش انيشيو انيشيال نتاع اس 1 اس 2 ومن خلالهم نحبك تحكم انه الاسيد لي بلو فور الاس 1 والا الاس 2 شكون حاب يتكلم انا تفضل سي سال تفضل سي سال شنو تحب تقول يا سال C'est moi qui ai la concentration, le pH le plus faible ou l'acide le plus fort. Sahit, Yassel, sahit. Je veux dire, est-ce qu'on a le pH le plus faible, le courbe bleu ou le courbe bleu? Le courbe bleu. Sahit, je veux dire, السولوشن الاولى اللي هي HCO اللي هو الاسيد ميثانويك هو الاسيد لو بلو فور صحيت يا سالم باهي دونك كلام سالم صحيح دونك اش قال لنا سالم عندنا قاعده في الكورس تقول القاعده هذه تقول دونك عجبني سالم انه قال القاعده كوم يلفو دونك القاعده اش تقول بور ماش لو بلو فور Voilà, pour les solutions de solution de concentration égale. Et dit quand tu as fait le cours, tu as fait un tableau qui fait deux colonnes ou quatre lignes. Fait K, A, PH, to F, C. Yani, qui fait نجم نقارن كاتب لكم في التيتر من الفوق حتى لكم الورقه فورس دي اسيتي دي باس Donc, pour comparer les forces des acides et des bases, nous allons utiliser la constante d'acidité ou la constante de basicité, pKa ou le pKb. Nous allons utiliser le pH, nous allons utiliser le taux F ou nous allons utiliser la concentration. Donc, ces deux mots-là, nous allons les mettre dans une feuille imprimée. Donc, pour des solutions de concentration, nous allons utiliser le pH égal. Donc, les conditions sont les mêmes. Les concentrations sont égales. L'acide le plus fort, l'acide le plus fort, et c'est lui qui m'a parlé, si c'est lui, et c'est lui dont le pH de sa solution est le plus faible. Voilà, et le plus faible. Voilà. Donc, quel est le pH? بالنسبة للأسيد كل ما يكون pH صغير كل ما يكون الأسيد plus fort كوردو دونك فوالا بي دونك أما باش نجم تصير الكومباريزون هذه باش نستعمل pH باش نعمل الكومباريزون تاع الأسيد لي plus fort لازم الشرط الأول يكونوا دي كونسونتراسيون إيكال إلا هو متوفر في الإكزرسيس هذايا ويسك لي كونسونتراسيون تاع السوليسيون الأولى والثانية كيف كيف كوردو Donc, les mécanos à des concentrations égaux. Voilà, pour une solution d'acide méthanoïque de sodium. C'est moi, la fable. Voilà, BNF sur elle, la fable. Ça a été celle. En la même concentration. Ça a été celle. Donc, il y a une chose qui est une comparaison. Donc, le pH de la solution Lula. هنا اثنين ونص ابيبري والبي هاش نتاع السوليسيون الثاني اللي هي 3 ابيبري 3 دونك البي هاش 2 اكبر من البي هاش 1 وبالتالي الاسيد لو بلو فور هو الاسيد 1 اللي عنده البي هاش الضعيفه اللي عنده البي هاش الصغيره هو الاسيد لو بلو فور دونك هنا تو سامبلومون باش نكتب له باش نجي نقول له دونك بي هاش 1 حسب الجرافيك pH 1 initial أصغر من pH 2
بعد ونكتب له الجملة هذه را هو الجملة هذه نكتبها له ونزيد نأكد الشرط الأول إنه الكونسنتراسيون تاع الأسيد الأول قد الكونسنتراسيون تاع الأسيد الثاني هذا شرط مهم وبالتالي دونك الأسيد لو بلو فور هو اللي عنده البي هاش الصغيرة يعني السوليسيون الأولى اللي هي الـ HCOH الأسيد ميتانويك HCOH دونك A بلو فور اللي هو السوليسيون الأولى A بلو فور que l'acide éthanoïque CH3COH صحيت يا سيد voilà le pH ou le dosage ou l'acide ou le base يجيو مع بعض مي نمشي للكيستيون من بعد اهلا بسي كمال مرحبا بيك سي كمال كيما تجيني في القصه تجيني تو ديما منظم يعني يعني بالانترنت ولا في الواقع ديما نظم اي سي قال لي السؤال الرابع قال لنا سيدي ديتيرميني لو بي كا ا دو شاكان دو كوبل هاسي او هاسي او موا سي اش 3 سي او هاسي سي اش 3 سي او موا جوستيفي كي لو فالور تروفي كونفيرم لا كومباريزون فيت دون لا كيسيون 3 دونك باش نطلع البي كا ا تاع السوليسيون الاولى السوليسيون الثانية من بعد عن طريق الكومباريزون عن طريق البي كا ا كيسكو جو دوا كونفيرمي جو دوا كونفيرمي انه الاسيد الاول ها بلو فور كو الاسيد الثاني دونك انا باش نطلع البي كا ا وهنا باش نستغل الفالور نتاع البي استنى استنى نخدم نفسر السؤال دونك وبعد باش نستغل الفالور نتاع البي كا ا باش نكومباري الفورس نتاع لو دو اسيد خاطر في الكيستيون الاولى استعمل البي اتش انيسيال في الكيستيون الثاني حبي يستعمل البي كا ا بور كومباري لو دو اسيد ها سي او اتش و سي اتش 3 سي او اتش تفضل يا سيد مسيو ما عندك الفورميل تاع البي اتش بسالم هي اندومي فاكتور بي كا ا هذا هو سؤال اخر ميسالش تاع المره الجاي عندك يا شيخ كامل يا سهل مش عندك هاي نسمع فيه عندك الفورميل العادي بتاع الاسيد فيب بتاع البي هاش هي اندومي بي كا ا اندومي فاكتور بي كا ا بلس بي كا او واللي بي كا ا هي عندك البي هاش وعندك البي كا او بي كا ا تولي دو بي هاش مو بي كا او C'est le machin de l'acide. Initialement, la solution est acide. Ben. C'est la solution qui est celle. Le courbe, le pétrole. Quand je vais au bout, si c'est le mot d'un jour, que c'est voir, on dit le chaïma, on dit le petit. Quand je vais au bout, si c'est le mot d'un jour, ça, on bat. Ben. Maintenant, tu es celle qui est le pH à l'équivalence, je n'ai rien dit. لا ما قلت لكش في الكيفالانس قلت لك الفورميل العادية بتاع أسيد فابل هي pH إيقال عندي بي فاكتر بي كا آ نخرج البي كا آ مو غادي وعندك البي هاش وعندك البي كا يعطيك الصح جميل جد إجابة صحيحة مسيو ممتاز نعم مسيو كيفاش صحيحة أخي القاعدة متاع البي متاع البي هاش تاع الأسيد مش ما فيهش بي كا أو أخي ما فيهش بي كا أو كيفاش فيها بي كا أو هو حاجته بالبي كا أ مش بالبي كا أو بي كا أو هذيك 14 قاعد يقول فيها بالغلط راه مش وقلت بي كا أ معوضة أندومي بي كا أ موان لوغ سي أ لي هو قال أندومي بي كا أ بلوس بي كا أو بلوس لوغ دو سي هذي اللي سمعته وين بلس لوك بسي ما قلتش بلس لوك بسي بيه بيه مسهل سهل بيه سهل مين فيه مع الغلط بيه مسوي خمش بيه خمش بيك ما تصعبوا فيها ليه مش صعبة سهل لا هي سهل البي هاش انيسيال عمش نفسر بسالم وهو جيتك يا شاي دونك البي هاش انيسيال قال هي ان دومي بي كا ا مو لوكسي ا واني عندي البي هاش انيسيال هنا دونك نجم نستغل فاضل يا شيم شنو هي الفكره نتاعك نسمع فيك يا شيم ام مسيو ما نعملوا البي اتش دو اندمي هو اللي يعطيك البي كا
كيفاش نطلعوا البي اتش ان دمي؟ نعملوا الفوليوم على الاكيفالونس سور دو ومن بعد نشوفوا البي اتش قداش. البي اتش اللي نتاع دمي ايكيفالونس هو نفس البي كي ا. صحيح يا شيء، حتى الميثود نتاعك صحيح. من بعد نقارنوا معناها نقولوا لا سيب لو بلو فور واللي عنده البي كي ا صغير. مش مشكلة، تنجيو من بعد الكومباريزون. دونك انت استعملت الديمي ايكيفالونس صحيح، سالب استعملت بي اتش انيسيال وانتي ديمي ايكيفالونس صحيح. نشوفو بتي هيل، شنو رايك بتي هيل؟ مش انا خدمت بالبي اتش انيسيال وسافا خدمت لي. هاي باهي. ويا سي ورد كنت مش تقول كيفاش شي ما خدمت انا سي هاي باهي كيما شي ما خدمت زيد انا وسي ورد كيف كيف. باهي موركم نظمة توما نظمة. باهي دونك باش نطلع الفيكا ا تاع كوبل اسيد باز تاع اهاش اموا. دونك هنا من حسن الحظ اني يعني في الدوزاج متاع اسيد باز. دونك يا اما نستعمل يا اما عندي القاعدة البيكا ا هي موال لوغ دو كا ا. اما تكون عندي الكونستان داسيديتي نعمل موال لوغ دو كا ا نلقى البيكا ا. والا نستعمل البي هاش انيسيال البي هاش نتاع اسيد فابل بي هاش دان اسيد فابل فهل بي كا بي هاش تاع اسيد فابل فهل بي كا نجم نستعملها بشرط نبدا نعرفها بي هاش تاع الاسيد فابل هذيك اللي هي القاعده نتاعها ان دومي بارونتيز بي كا موان لوكسي ا. فكركم البي هاش نتاع اسيد فور هي موان لوكسي ا موان لوكسي ا. والا كما قال شيما البي كا ا هي نفسها البي هاش نتاع دومي ايكيفالونس. شيما وسيوار خدموا بالبي هاش نتاع دومي ايكيفالونس، قالوا مشي نطلع البي هاش دومي ايكيفالونس. كيفاش نطلعها؟ عن طريق فوليوم دو لا باز اجوتي على ايكيفالونس سور دو. ناخذ فوليوم دو لا باز اجوتي على ايكيفالونس سور دو بالبروجيكسيون طلع البي هاش ان دومي اللي هو نفسه بي كا ا. دونك هذوما هما نجم زاد البي كا ا نجم نطلعها زاد اذا كان عندي البي كا بي نجم نطلعها بالبي كا بي هي بي كا او موان بي كا بي. فكركم الريلاسيون اللي تجمع بين البي كا ا والبي كا بي هي بي كا او موان بي كا بي. هذه هي كا بي هي الكونستون دو بازيسيتي الباز نتاع كوردو. فوالا دونك هذوما جينيرالمون لي ميثود اللي نطلعوا عن طريقهم البي كا ا. دونك بويسك سالم هنايا لاحظ قال اني في الاكزرسيس عندي البي هاش انيسيال سو لو بي هاش دان اسيد فابل هذه ابي بري 2.5 وهذه 3 ولا 2.9 هذه 3 وهذه 2.5. دونك قال نجم نستغلهم نجم نستغلهم. دونك عندي البي هاش انيسيال دونك نجم نطلع بهم البي كا ا بويسك عندي الكونسنتراسيون نتاع عندي كونسنتراسيون نتاع الاسيد اني سالم في الاكزرسيس عندي مشي قديش 0.1 عطاها ليا تاع الباز هذيك معنيش مسيو عطاني تاع الباز دونك ما انا يلزمني يا سالم باش نخدم بالطريقه هذه نطلع البي كا ا لازم يكون عندي البي هاش تاع الاسيد فابل اللي هي نجم نطلعها من الجرافيك اللي هو نفس البي هاش انيسيال هنا والكونسنتراسيون تاع الاسيد. اها راح نرجع للاكزرسيس ديال كيفاش نجم نحسب الاسيد باش تحسب صحيح ما تحط نجم نحسبها كيفاش على الاكيفالون تحسب على الاكيفالون. صحيت يا سالم صحيت يا سالم صحيت يا سالم كيف تخرج من المشكل. فوالا دونك لازمك باش تلوج على سي ا تمشي تخدم لي بالإيكيفالونس سي ا هي سي بي فوا في بي او في بي او سير في ا صحيح. كانت ناس تطلع عندي سي بي 0.1 الفي بي او طلعناه 20 مليلتر والفي ا عطيهولي زاده 20 مليلتر ونطلع السي ا وبعد سي بون ولي عندي السي ا وعندي البي هاش انيسيال نجم نطلع ال PKA. C'est une méthode juste là, puisque je me donne la concentration CA. La méthode est correcte, mais la méthode est plus facile. Donc, Shaima, je crois.
شين مش قالت لك؟ قالت لك أني عندي الفوليوم مش بالبوان دومي كيفالونس عندي 20 في بي او 20 ناقص على 2 يعطيني 10 وبار بروجيكسيون نطلع ديريكتومون البي كا ا بار ليكتور ديريكت ديال لا كورب هكا ولا يسهل مش اسهل اسهل من نقعد نلوج على السي ا على السي ا ما مش غلطه راهي مش غلطه صحيحه هذه اما بشرط يبدا الكونسنتراسيون تاع السيت تبدا عندي بي بون مش نخدم ظهر لي واضحين لو دو ميثود ده وزوزي وصل سواء نتاع الشيمه والا نتاع سيل دونك البي هاج دو مي كيفالونس انا باش نمشي نطلعها دونك تو سامبلومون الفي بي او سور 2 عطينا 10 دونك هاك كيفاش عملت دونك هذا الفي بي او 20 خذيت ال 10 الفي بي او سور 2 بار بروجيكسيون على الكورب اللولانيه باش يعطيني البي كا ا نتاع بي كا ا 1 باش تعطيني مش تكون في الزون تاع 3.8 بار بروجيكسيون على الفي بي او سور 2 باسكو خاطر هما نفس الفي بي او نفس الفي بي او دونك نفسه نفس الدروات هذيا كما نعملها بروجيكسيون على الكورب الثاني باش تعطيني اقل من 5 بشويه دونك 4.8 دونك هذا البي هاج دو مي كيفالونس هو البي كا 2 دونك هذا البي كا 1 وهذا البي كا 2 لقيتهم هكاك يا ابتهاله قداش لقيتهم انت البي كا 1 لقيتها 3.8 البروجيكسيون لقيتها كات انا مي سيلس مي مشكل مش مشكل مش بعيدة برش والبي كا ادو قيتها 4.8 اي 5 صافا مش مشكل ساش خطايا نخدم بالجرافيك دونك وبالتالي دونك هذايا كيفاش طلعت البي كا اوي دونك هو اش طلب مني سيد طلب مني اني نطلع البي كا ا ومن بعد قال لي تسجل البي كا ا بور كونفيرمي لا كومباريزون نتاع لو دو اسيد دونك سي بور كومباري لو دو اسيد تفضل يا سيل الما نقول الاسيد لو بلو فور هو اللي عنده البي كا ا لو بلو فاب صحيت الاسيد لو بلو فور هو اللي عنده البي كا ا لو بلو فاب يعطيك صحه ديجا قالت ديجا شي من بكري دونك عندي تعليق قاعد تقول لي تفضل يا سي كمال سبهم حدا حد ما قال امام كونسنتراسيون مش نورمالمون نخدموا بهم ديما امام كونسنتراسيون لا في الـ في الكا في الـ في الكا ا والبي كا ا لا حكايه دو ميم كونسنتراسيون تستعملها كان في الـ في التو اف وفي البي هاش في التو اف وفي البي هاش اذا كان مش تكومباري التو اف ولا باش تكومباري بالبي هاش تستعمل الكونسنتراسيون خاطر البي هاش والتو اف يتأثروا بالكونسنتراسيون بينما الكونستانت داسيديتي يا كامل الكونستانت داسيديتي الكا ا متتأثر كان بالتمبيراتور اخوي الكا ا سي كونستانت كي نو ديبون كو دو لا تمبيراتور دونك سي با لا بين باش نحكي على الكونسنتراسيون بينما كي مش نقارن لي دو دو بي اتش البي اتش يتأثر بالكونسنتراسيون دونك هذاك علاش لازم نفيكسي الكونسنتراسيون نقول ا كونسنتراسيون ايغال كيف كيف التو اف كنت فكرها et 10 moins pH sur, sur CA, donc ce qui peut être la concentration, donc on met la concentration égale dans le pH ou dans le taux F. Donc, comme a dit Kamel, comme a dit Salim, l'acide le plus fort, et celui, qui a le Ka le plus fort ou elle a le pKa le plus faible. Elle a le pKa le plus faible. Donc elle a le pKa Sghira ou l'oulani. pKa 1 Asghir, mais le pKa 2 ou Betali. L'acide le plus fort ou l'oul. Elle a le pKa Sghira. Donc l'acide l'oul est le HCOH. C'est l'acide méthanoïque. C'est l'acide méthanoïque, HCO2H, donc l'acide le plus faible, l'acide le plus fort, l'acide le plus fort. Voilà, donc il y a une question 4. Et une question 5.
Écrire l'équation de la réaction qui se produit lors de dosage de la solution S1 par la solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Donc l'équation de dosage. En fait, je vais vous donner le cours. Je vais vous donner le résumé du cours. Je vais vous donner le cours. Je vais vous donner le cours. Donc l'équation de dosage de l'acide à l'acide fiustel mais à la solution d'acide voilà ah il y a l'équation de dosage t'as acide par une base donc CH à la fin rappelle comme le cours détaillé donc là où il y a 9 pages donc 9 ورق كيف هكا بالكولور امورها منظمه نكوردو وهبط لكم تنوا ريزومي يعني ريزومي على الديلوسيون والانفلونس نتاع الديلوسيون عطيتها لكم قبل وريزومي نتاع الدوزاج اللي عطيتها لكم سكانيتها وهبطها لكم في الجروب هذوما قلت لقواهم في السيبور دو كور نكوردو موجودين هبطهم لكم العشيه جيكروا مع حكايه الاربع كيك دونك وزدكم وفي السيريات زدكم الاكزرسيس 3 انا هبط لكم الاكزرسيس 1 و 2 زدكم الاكزرسيس 3 واكزرسيس 4 ها والاكزرسيس 2 هذا اللي نخدموا فيه الكوريكسيون هبطها زاد في الجروب تفاهمينا كل دوهم الكل تلقاوهم في الجروب باهي دونك ليكواسيون دو دوزاج نتاع الاسيد par une base donc ناخذ الاسيد plus OH- مش يعطينا A- plus H2O donc الاH لهنايا هو H2OH هذا الاسيد نتاعي plus OH- مش يعطيني H2O plus الباز كونجوغي هو HCOO- ديما نقص كعبة H+ من الاسيد للباز donc l'équation de dosage مش تكون donc 5mon petit a سهل رأو سهل دوزاج موش صعيب HCOH هذا هي الأسيد متاعي plus OH- باش يعطيني H2O plus الباس كونجوغي متاع السيد هذا نحي كعب H+ دونك تقعد HCOO- منسيس مسيو نعم يا مسيو نعم مسيو غالب في النكت خطره قال لك الإكواسيون متاع مع الأسيد ومع السوديو أنا حطيت بلس أنا بلس صحيح ملول صحيح كتبت هاسي أو هاش بلس أنا أو هاش اللي هي هاسي أو موا بلس هاس دو جو بلس أنا صحيح يا نور نجم زيدها أنا بلس من أو من صحيح نجم تكتبها هو معناها صحيح كتبها هكا ولا انا بلس ولا ما غير انا بلس مش مشكل باهي نمشي للبي دونك قالي جوستيفي شفناه السؤال هذا الحصه اللي فاتت جوستيفي لو كاركتير اسيد او بازيك دو لا سوليسيون اس 1 ا ليكيفالونس سوليسيون اس 1 اللي هي نتاع ال سي او اتش اللي هي سي 1 برضو نشوفو كان فيها شقة انفيريور اسيد ولا سوبيريور اسيد نمشيو نشوفو البي اتش معناها في الكورب سي ان هذيا اكبر من 7 ولا اقل من 7 وبعد نحكمو كيكا يا نورة باهي هاوش نعطيك الكورب باهي فوالا احنا بالميثود تاع طونجون باراليل طلعنا le point d'équivalence E1 donc ha le pH à l'équivalence ya nour pH à l'équivalence de ta solution loula 8.3 hein qu'est-ce que tu dis toi ya nour bas voilà hak ma dais mach tqoul lou enti hadart ma3a lhassa nta lbarh wala lsa la la hadart w kharajt lkonneksyon hak hak alaysh man enti toi mach tji tahot le pH E1 لا هي قناها أبو بري غرافيكمون 8.3 دونك مش تقولو سوبريور أسيت هكا لا دونك مش تقولو لو ميلونج أ أن كاركتير بازيك باهي برشا هذي خاطر البارح أني صلحتها لهم جاوبتني عليها سيوار وقتها صلحتها لها
المعلومه وهامش نصلحها لك ليك انت تكوردو دونك لي ميلونج ا ان كاركتير ب سوار بوسك صلحتها لك الحصه اللي فاتت نجم تفسر النور اجابتها صحيحه ولا غلطه ولا ناقصه اي هذيك نور تاعك تجاوب كيك يسر لك تقول لك شي ناتور نتاع الميلونج غادي اما كي جوستيفي الكاركتير نتاع الميلونج تقول تستعمل ايكواسيون مثلا احنا عندنا ها سي او او موان يودها فارياجير افيك لو تعطينا ها سي او او هاش ها سي او هاش بلس او هاش موان معناها الكونسنتراسيون النومبر دو مول تاع او هاش موان فا اوغمونتي معناها الكونسنتراسيون تاع او هاش موان مشي سوبيريور الكونسنتراسيون تاع هاش تروا او بلس معناها الميليو اي بازيك ليكيفالونس يعطيك الصح سي بيان يعطيك الصح ايواش ريتا وهذيا هذيا انت هذيا عباره جاوبته يا نور عباره قال لك كالي لا ناتور دو لا سوليسيون كي يقول لك كالي لا ناتور ها تقول لك كالي سؤال يبدا بكالي تقول له بيهاش اكبر من 7 ولا اصغر من 7 دونك اسيد ولا باس لكن كي يقول لك جوستيفي دونك يقول لك جوستيفي يعني يحبك تستعمل ليكواسيون هذه شوف كيفاش جوستيفي انه السوليسيون تاعي بازيك عن طريق ليكواسيون شوف اش باش نقول اني في الإكيفالنس على شنو باش نتحصل باش نتحصل على H2O شنو ما الزيون شنو ما لي زونتيتي كيميك بريزون اي ليبر فما H2O فما الباز هذايا H2O وفما ليون انيرت هذايا انا بلس انا بلس هذايا ما عنده في السوق ما يذوق يعني لا يعطيك اسيد ولا يعطيك باز هذا انيرت فاهمين H2O سي نوتر قد كونسنتراسيون تاع او هاش موان قد لا هاش دو زو دونك هذا زاد ما ياثرش الماء ما ياثرش في الناتور نتاع السوليسيون لا سي او موان ستون باز هذه اللي تحصلنا عليها ستون باز الباز هذه يا نور مش تقعد رايحه مش تمشي تتفاعل مع عمك الماء ونعرفوا احنا الباز كي يتفاعل مع الماء شنو هو يعطينا يعطينا او هاش موان يعطينا ليون هيدرونيوم او هاش موان وكما والاسيد مع الماء يعطينا الH3O بلس دونك الH2O موان ذاك يمشي يتفاعل مع الماء باش يعطينا الOH موان وبالتالي الكونسنتراسيون تاع الOH موان مش تزيد بارابور الH3O بلس ها دونك ونعرف الناس الكل من دوزيام اني يا نور انه كي تبدا الكونسنتراسيون تاع OH موان اكبر من الكونسنتراسيون تاع H3O بلس معناها سوليسيون بازيك صحيح هذا الكل لازم تحكيه له كي يقول لك جوستيفي يعني مش تستعمل له ليكواسيون لو برودوي تاع ليكواسيون ها وتقول له انه نسبه الاو هاش موان هي اللي زادت والا نسبه الهاش 3 او بلس هي اللي زادت على حسب شنو السيد هذا يمشي يتفاعل مع السيد هذا فاهمينا هذاك يقول لك جوستيفي ها عاوز انا قلت هنا شوف قلت دونك قلت له ها هي لهنا دونك شوف شو عندي pH E أكبر من 7 le mélange a un caractère basique ben ça coule les mecs si c'est U du aux ions HCO moins base faible conjuguée de HCOH à homme à molette la ramla et homme à les ions à homme à HCO moins là où elle base conjuguée à l'acide qui réagit avec l'eau, le mchit fait à l'eau mal mais, suivant cette équation, donc HCO moins, ou je suis pas le mchit fait à l'eau mal mais, double flèche, votre bête, le hal, c'est une base faible, donc l'acide conjugué, c'est HCO moins, ou HCOH, ou le base conjugué, c'est H2O, ou OH moins, ah ah, le fait à l'eau, mais c'est charajli, l'ion OH- cette réaction augmente alors la molarité de l'OH- par rapport à l'H3O+, d'où le caractère basique. Dans la fait, j'ai un acide avec le mai, j'ai essayé de l'H3O+, et nous avons dit que la concentration dans la fait, l'exercice 1, concentration de l'H3O+, d'où le caractère acide. Tu as mis, Yannour? نمشي للسؤال إلا من بعد هذا السؤال ظهر لي إلا ما فهمتوش شيء ما إيه؟ نعم أخويا جو نرجع بك شوية التالي أرجع بي يا أخوي ما نشتعر في الـ في الكيسيون 5A
نكتبوا ليكواسيون نكتب نكتبوا طول ليكواسيون معناها فورمال ولا نكتب اثنين معناها هذيك الاولانيين تلقاها نتاع لاسيد فابل وحده ومن بعدك نتاع الهاش 3 بليس وهاش ما تعطينا 2 هاش 2 زو بعدك الفورمال لا 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 صبها طول صبها طول اي هذا تفكر كان تفكر سؤال سالته لي سوار الحصه اللي فاتت وقلت لها ولا هي شيمه يا سوار يا شيمه قلت لها وقتها الفاست دومي ايكواسيون تحط الباز بلس هاش دو زو يعطينا بي هاش بلس بلس هاش موان هذيك تستعملها كيقول لك اعطيني ليكواسيون دي ديسوسياسيون تاع الباز في وسط الماء ليكواسيون دي يونيزاسيون تاع الباز في وسط الماء كور دونك ديريكت او مون صبها ديريكت هذيك سي اون ديمونستراسيون دو كور شي فاهمك هي منين جات وكا ما دخلش فيها الماء معناها كيقول لي ديسوسياسيون ما دخلش الماء لا ليكواسيون دي ديسوسياسيون تو هذه ايكواسيون دو دوزاج شفتها ناخذ الاسيد معلا ليكواسيون دي ديسوسياسيون يعني الانحلال شفنا في دوزيام اني هاي ليكواسيون دي ديسوسياسيون ولا ديونيزاسيون شفتها ياخذ الاسيد بلس هاش دو زو دونك شي يعطينا هاش 3 او بلس مع الباس كونجوغي نتاعو هذه ايكواسيون ديونيزاسيون ما غير ما ندخل معاه ليكواسيون تاع الماء ما غير ما تدخل لا لا ما غير ما تدخل ها ما غير مريكز هذه والسؤال هذاك اللي قبله قال لي فيريفي هما السوليسيونات معناها قال لي فيريفي هنشوف قال لي جوستيفي كو لي فالور تروفي كونفيرم لي لا كومباريزون فيت دون لي كيستيون 3 قلنا هذيك احنا وقت جاوبنا هاي احنا 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 اش حاب يقول لك في الكيستيون هذه احنا ما هو الكومباريزون اللي خدمناه في الكيستيون 3 هي سين كومباريزون شنو كومباريزون تاع الفورس تاع الاسيد احنا قلنا انه الاسيد الاول اقوى من الاسيد الثاني اما استعملنا البي هاش توا هو يحبني نستعمل البي كا ا يحبني نستعمل بي كا ا بور كونفيرمي انه الاسيد الاول اقوى من الاسيد الثاني ولا كاش احنا هنا في الكيستيون 4 نرجع بك لهنا فوالا هاي دونك استعملنا البي كا ا قلنا البي كا ا اصغر من البي PKA2 وبالتالي اللي عنده PKA صغيرة هو الأسيد لو بلو فور هكا كونفيرميت له الريبونس تاع الكيستيون اللي قبل واضح مسي عايش هاي به شكون عنده سؤال آخر هاي نمشي البي تي سي مانا دونك قالي ديتيرميني لا فالور دو بي هاش دو لا سوليسيون اوبتوني ان اجوتون au mélange à l'équivalence un volume VA1 20 ml de la solution S1 d'acide éthanoïque. Donc, l'hné, Saïd, M. J, il est le mélange. Daniel, Hassan Ali fait l'équivalence. M. Amalou, M. Zidou, volume VA1 de la solution d'acide méthanoïque. دونك شكون جاوب على هالكيستيون هذيا؟ سي نقول لك كيفاش قال لي كيفاش خدمت؟ سي احنا نعرفوا الاكيفالونس السوليسيون نحسم عليها هي باز فابل معناها البي اتش او الاكيفالونس هي 1 دومي بي كا ا بلس بي كا او بلس لوغ نتاع كونسنتراسيون ها سي او او موان الكونسنتراسيون نتاع ها سي او او موان اللي هي سي بي فوا دي بي اليكيفالونس اما سور فوليوم توتال والفوليوم توتال جست نزيد هو الفوليوم القديم تاع الاسيد مع الفوليوم تاع الباس اجوتي اليكيفالونس مع الفوليوم اللي زاد هو في ا 1 هذيك كاو نعوض نحسب البي هاش اليكيفالونس هذا ما سي بيان يعطيك الصح وهي برش ب بي دونك هاي سيدي فهمتوها السوار قالت لي بون هما فما دو ميثود فما الميثود قالت على السوار وفما ميثود اخرى من الكور بي عرفت فهمتوا الميثود تاع السوار ولا بي اي مسير البي فوالا البي هاش هي اللي لقيناها في ليكيفالونس دونك قلنا في ليكيفالونس محطة في الإكيفالنس طلقة من أسيد فابل دونك الإكيفالنس كما قال سوار عندي باز فابل دونك عندما عندي باز فابل دونك البي هاش اللي لوج عليها هي البي هاش متاع باز فابل دونك شنية القاعدة متاع البي هاش دون باز فابل دونك البي هاش على الإكيفالنس دون باز فابل دونك مهم مني نعرف
إنه في الإكيفالنس عندي باز فابلة دونك كما قال سوار 1 دومي بارونتيز بي كا أ بلس بي كا أ بلس لوغ تاع المولاريتي نتاع ل تاع الباز نتاعي مولاريتي نتاع ا موان مولاريتي نتاع الباز فابل نتاعي فوالا هذه هي القاعده نتاع اون باز فابل بهاش تاع باز فابل بطبيعة احنا لهنا في الحاله نتاع باز فابل كود خاطر تعلق من اسيد فابل دونك شنو نوصل هنايا باز فابل دونك البي هاش دونك المشكل الكل فين البي كا اس اون كونستانت معناها كي نزيد كنزيد فوليوم تاع دونك هنا شعمل هو زيد فوليوم داسيد جي للميلانج تحصل على في ليكيفالونس وزيد فوليوم داسيد دونك نزيد فوليوم داسيد دونك البي كا ا ماهوش باش يتبدل مش يقعد نفسه خاطر قلنا البي كا ا سيون كونستانت بي كا او كيف كيف كونستانت مش يتبدل سواء نزيد فوليوم داسيد ولا مي دونك اللي مش يتبدل هو الكونسنتراسيون ولا المولاريتي نتاع ا موا دونك الاموا نتاعنا الباز نتاعنا على فكره هو الهاس سي او او موا قلنا هو الهاس سي او او موا ب دونك المولاريتي تاع الباز نتاعنا اللي هو هاس سي او موا تبعنا نخدموا على ليكيفالونس غادي نخدموا على ليكيفالونس ايغال دونك كلنا نعرفوا شنو هي القاعده نتاع المولاريتي هي النومبر دو مول تاع الباز على الفوليوم دو ميلونج على الفوليوم دو ميلونج دونك على الفوليوم دو ميلونج باه دونك سي تيغا باش نوريك شنو هي الحاجه اللي قالتها سيوار وشنو نجمو نروشكو فيها باه اش قالت سيوار قالت كي زدنا احنا سوليسيون هي توا ليكيفالونس ريكها كي زدنا فوليوم داسيد زدنا فوليوم داسيد ل 20 مليلتر فوالا زدنا فوليوم داسيد 20 مليلتر دونك كي زدنا فوليوم داسيد 20 مليلتر على شكون اثرنا على الفوليوم نتاع الميلونج نتاعنا اثرنا على الفوليوم نتاع على الميلونج نتاعنا دونك اني اليكيليبر دونك نعرفوا انه النومبر دو مول نتاع الباز اليكيليبر هو نفسه النومبر دو مول نتاع لاسيد نفسه النومبر دو مول نتاع لاسيد دونك اللي هو سي ا في ا نفسه النومبر دو مول نتاع لاسيد هو نفسه النومبر دو مول نتاع الباز يعني نجم نحط يساوي النومبر دو مول دو ها سي او ها سي لا ميم شوز اليكيليبر خاطر اليكيليبر سير قالت الفوليوم دو ميلونج شنو كان عندي انا يعني. كان عندي الفوليوم تاع الاسيد انيسيال هذايا اللي عندي من الاول مع الفوليوم تاع الباز اللي قاعد نصب فيه اليكيفالونس اللي هو قيناه 20 مليلتر شنو قالت سيوار مشي تزاد لهم مشي تزاد له الفوليوم داسيد الجديد هذاك الفوليوم داسيد في ا 1 اللي هي 20 مليليتر فوالا دونك هذا شنو قالت سيوار فهمينا به لهنايا لهنايا دونك نومبر دو مول نتاع لاسيد يا سيوار يتبدل ولا ما يتبدلش نسيت الفوليوم داسيد يعني ليه ما يتبدلش علاش علاش ما يتبدلش وقتاش ما يتبدلش هو النومبر دو مول يا سيوار كي نعملو ديليسيون فوالا هذه هي اللي غفلت عليها يا سيوار انت بدلت الفوليوم دو ميلونج لكن ما بدلتش النومبر دو مول داسيد كان زدنا ما يولي كلامك صحيح كان قال لي زدت الماء نولي نحط بلوس الفوليوم دو اجوتي وهذا ما يتمسش خاطر او كور دو لا ديليسيون لا كونتيتي دو ماتيير ريست كونستانت
دونك نومبر دو مول ما يتمس. لكن لهنايا سي وار السيد زاد اسيد ها كي نزيدو فوليوم داسيد نومبر دو مول تاع الاسيد يتبدل يا سي وار. فهمينا؟ اي فهمتك. ها نومبر دو مول تاع الاسيد اش كان هو؟ كان سي ا في ا هكا ولا لا يا سي وار؟ كان سي ا في ا توا مش يولي سي ا فوا ما عادش في ا تاعو شوالي في ا بلس في ا الفوليوم متاع الاسيد الجديد ولا عنده فوليوم اخر الفوليوم انيسيال اللي موجود من الاول مع الفوليوم اللي زدناه هكا ولا نومبر دي مول اللي زاد نزيدوهم الفوق من اللاطن ولا صحيت يعطيك صح ايواش هي كانت سي ا في ا اللي نحطوها كان جينا في ديلوسيون تاع المين نحطو سي ا في ا تمام هنا زدنا اسيد دونك باش يتاثر باش اثر النومبر دي مول تاع 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 الاسيد دونك سور دونك الفوليوم توتال هو الفوليوم انيسيال مع الفوليوم تاع الباز اللي زدناه مع الفي ا الفوليوم داسيد اللي زاد يسمها فوليوم داسيد اجوتي يسمها في بريم بلس في ا اجوتي فوالا لا هي الحقيقه نفسها 20 مليلتر نفسها في ا يعني زاد نفس الكونتيتي اللي عنده من الاول فاهمين دونك سيت ايغال جوست ابليكاسيون نيميريك سي ا قيناها بكري قاها سي سالم بالإكيفالونس 0.1 مليتر موانزا دونك الفوليوم داسيد انيسيالمون 20 وزد زدناه 20 أخرى الفوليوم توتال عندي العشرين متاع الأسيد الأولانية مع العشرين متاع الفي بي أو زاد 20 طلعناها بالبيهاش على الإكيفالونس هذية من الجرافيك وهذية اللي زدناها تاو الفوليوم داسيد اللي زدناه يعني 60 البيع الكل دونك عندي 40 في 0.14 على 60 4 سور 60 قداش تجي 4 سور 60 هذيا 4 على 60 دونك تطلع لي 1 سور 15 اللي هي 006 فوالا 006 67 6 0667 ولا 0067 فوالا سي بيان دونك هذيا المولاريتي نتاع الحاسي او موا بعد ما زدنا الاسيد متفاهمين يا شباب ولا لا ديما القوه الكل هذوما سي سون دي كونستانت سواء زدت مي ولا زدت اسيد ولا باز هذو ما يتبدلوش نعم يا مسيو مسيو بربي فاست نمبر دو مول تعاود لي فاست نومبر دي مول باه تبع دونك النومبر دي مول هي سوار ش عملت سوار حطت سي ا فوا في ا نومبر دي مول تاع الاسيد حطته سي ا فوا في ا مي لهنا هو ش عمل هو يا شيماء مش نقول لك ش عمل شوف هو اني من الاول عندي ستال فيه فوليوم داسيد في ا كوردو وكونسنتراسيون سي ا دونك جي اش عمل السيد جي وزيد فوليوم داسيد ها فوليوم اجوتي داسيد دونك كي زيد فوليوم داسيد راه النومبر دو مول تاع الاسيد يتبدل كي نزيد فوليوم دو باز النومبر دو مول تاع الباز يتبدل وقتاش النومبر دو مول ما يتبدلش كي نزيد فوليوم دو ها لو كان زيد زيد فوليوم دو ها فوليوم دو تولي النومبر دو مول ما يتبدلش يقعد سي ا في ا خاطر في الديلوسيون في زيادة الماء نومبر دو مول ما يتبدلش لكن كي تزيد اسيد والا تزيد باز دونك يعني زدت اسيد دونك نومبر دو مول تاع الاسيد اللي بعد تشونجي فهمتني ولا؟ اي فهمتك يا مسيو ولا على طريقة الكتيبة انا اللي كتبت هذيك شني؟ سي ا فو في ا بلس في ا بري معني علاش عملت هكاك؟ علاش كتبت هكاك؟ هي كانت سي ا فوا في ا عاد سي ا فوا في ا توا ولات سي ا فوا الفوليوم جديد اي ما هو تاع الاسيد نفس الكونسنتراسيون قعدت معناها ما بدلش الكونسنتراسيون تاع اللي زادها اي ما بدلش بدلش كونسنت توا انت عندك كيس جو كيس جو
اكوردو الكيس هذا موجود في الشطر انت زدت من نفس البقره زدت الجو من اسكو باش شويه قرص اكثر من نفس نسخايب انا زد اسيد اخر مش نفسه ليه ليه نفس الاسيد نفس الاسيد تمام تمام اسيد هاي هاي داسيد ميتانويك شفت في ان دو لا سوليسيون داسيد ميتانويك نفس الاسيد معناها نفس الاسيد اللي زاد تجي يخي يولي الفوليوم ديال الاكيفالونس نتاع الباز دا يبدل وقتها كنزيدو الاسيد فوليوم تاع الاسيد كيفاش هي نزيد الفوليوم كنزيدو فوليوم تاع الاسيد ياثر على الفوليوم فيرسي الاكيفالونس ما خاطر انت في الاكيفالونس عندك قد الزوز دونك كي مش تبدل مش تبدل واحد مش تبدل الاخر اوتوماتيك مش تخرج انت كي مش تفرعس الاكيفالونس سواء مش تفرعس باز ولا اسيد في الحالتين مش يتبدل يا سيوا مش تفرعسها الاكيفالونس انت ما عادش باش نولي في الاكيفالونس انيتا فهمتك من النقص حتى كان حابين من فوق نخدم بسي بي حتى لو كان حابين تخدم بالباس لو كان زيد باس يتبدل زيد فهمتني تخرج من الاكيفالونس يعني ديجا مش نخرج من الاكيفالونس تا وقتاش ما نخرجش من الاكيفالونس اذا كان معناها ما عادش يعني إذا مثلا في ال مش تخرج حتى في زيادة المية تخرج من الإكيفالونس حتى كي تزيد المية تخرج من الإكيفالونس به صافا الناس الكل دونك نحسب هذيا تو ما عادش دونك نحسب البي هاش نتاعي دونك البي هاش فسخ هذايا شكون ما فهمهاش جوست راهو تاخذ صفر هكا راهو هاي كيفاش؟ غنونيتي اي كلامك صحيح سي جو كلامك صحيح هكا يا زوار نسينا لونيتي تحب سي جوار يصفرنا نزيد علي مسألة ذيك هكا هكا صحيح عشان يفهمها لونيتي يا اخو يا زوار عنده الحق ناخذ صفر منا شنو ماشي لونيتي ناخذ صفر كلامك صحيح سي جو سامحنا عاد ها دونك بي هاش كاو على المحير فيه دونك البي هاش نتاعي دونك باش تولي ان دومي دونك بي كا ا البي كا ا قداش هي 3.8 بلس بي كا او 14 بلس لوغ تاع المولاريتي نتاع الباز دونك اللي هي 0067 هو هنا ترى نحسب لي هذي 0.5 × 3.8 + 14 plus log 2.0067 قداش 8.3 هنا عندي مشكله صغيره شنو المشكله لهنا عندي مشكله صغيره صارت لهنا المشكله شنو اني لهنايا عندي الكونسنتراسيون تاع باز داكوردو دونك الكونسنتراسيون تاع الباز لهنا كي زدت لاسيد ماهيش مش تتاثر دونك هنايا هيك علاش طلعت لي هنا الكونسنتراسيون سي لا كونسنتراسيون دو لا باز كوردو دونك وين زدت اسيد دونك الكونسنتراسيون تاع الباز تقعد كيما قلت سي وار سي بي فوا في بي او طلعتني صحيح اللهم زدت باز فوالا داكوردو ما تبدلش داكوردو دونك تقعد سي بي فوا في بي او ما تبدلش خاطر انت زدت اسيد دونك هذاك مش ياثر على الميلانج توتال ماهوش مش ياثر على الباس لو كان زدت هنايا عندي اهاش لوغ دو اهاش لو كان زدت في دوزاج نتاع باس ما هو الكونسنتراسيون هنايا مش تولي لوغ دو اهاش كوردو اها اذا كان مش تولي عندي اسيد لهنايا تولي تتاثر تولي تحط سي ا فوا في ا بلس في ا بريم مي اني لهنا سي اللوغ نتاع شنو نتاع باز هذي سيون باز دونك وين زدت فوليوم داسيد دونك ماهيش مش تاثر دونك هذي سيون باز
دونك وان زدت اسيد دونك ماهوش مشي اثر ماهوش مشي اثر على النومبر دي مول نتاع الباز لكنه مشي اثر على على الفوليوم نتاع سوليسيون توتال دونك سي فري انا نعم عملت ديليسيون مسيو معناها هاي هاي لهنا هي عبارة عن عمل ديليسيون خاطر ما زاد اسيد دونك الفوليوم تاع الاسيد ماهوش مشي اثر لي على الفوليوم تاع الباز خاطر نفس كونسيكونس معناها الكونسنتراسيون باش تاثر ام النومبر دو مول متاثرش معناها عبارة ديليسيون معناها ماهوش مشي اثر هاي 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 لهنا هي مش مشي اثر كوردو هنا لا مش مشي اثر لو كان زاد لو كان زاد فوليوم هنا مش مشي اثر دونك تقعد لي سي بي فوا في بي او 20 01 20 قداش تولي لي هذه تولي لي 2 2/60 قداش تطلع 2/60 2/60 8.15 Donc, Claude Ben, et voilà, donc à l'équivalence, le volume, le nombre de moles de la base, il ne va pas être influencé puisqu'il est acide. Hein? Il y a la molarité d'une base. Molarité d'une base. Donc, il y a une base. Donc, le nombre de moles de la base, il y a une base. Donc, il y a une base de l'acide, il y a un mélange total. ما أثر ليش على النمبر دي مول متاع متاع الباس على الإكيفالونس سي فري بي اش قال لنا سيدي من بعد justifier que la comparaison de pH au point d'équivalence de dosage permet de connaître l'acide le plus faible justifier que la comparaison de pH au point d'équivalence de dosage donc permet de connaître l'acide le plus faible قال لك عن طريق الكومباريزون تاع pH على الإكيفالونس وريني اللي انت تنجم تطلع انه البا لاسيد لو بلو لو بلو فيبل كل كيستيون ولا اي نسمو عندنا نحن البوان ديكيفالونس الباز كونجوغي لو بلو فورت هي اللي عندها pH او لو بلو فور ومعناها لاسيد لو بلو فور اللي عندها الباز كونجوغي لو بلو فيبل ونحن عندنا pH تاع الاكيفالونس تاع 2 سوبيريور pH تاع الاكيفالونس 1 معناها سي او موان فيبل كو سي اتش 3 سي او موان معناها سي اتش 3 سي او موان لاسيد لو بلو فيبل صحيح سي بيان سي بيان فهمت ولا سي بيان باهي يعطيك الصحة دونك اني في البي اتش على الاكيفالونس خلينا نمشيو بشوي بشوي نمشيو للبي اتش à l'équivalence, ahna. Ah, le pH à l'équivalence. Donc, je vais indiquer le pH à l'équivalence. Donc, on dit le pH E2 8,8, le pH E1 8,3. Donc, je vais vous donner un autre jour, mais le pH à l'équivalence. Donc, on dit pH 1 inférieur le pH 2, le 8,8. Je vais vous donner un autre jour, mais le pH à l'équivalence, c'est-à-dire pH équivalence 1, pH équivalence 2. Mais je n'arrive pas à ce que nous avons fait, mais je n'arrive pas à ce que la nature de la solution à l'équivalence. Donc, la nature de la solution à l'équivalence, c'est une base faible. C'est une base faible. C'est-à-dire le pH de la HCO au moins, c'est-à-dire la base pH à l'équivalence, c'est une base, une base faible. Donc, c'est-à-dire le pH نتاع ال HCO moins وهذه هي ال pH نتاع الباز كونجوغي نتاع الاسيد ميثانويك اللي هو CH3 CO moins دونك معناها هذه سي اون كومباريزون تاع pH نتاع باز وحنا نعرفوا في الباز كل ما ال pH تكون اكبر كل ما الباز يكون بلو فور تعاود عكس الاسيد في الاسيد كل ما تكون ال pH كبيره كل ما الاسيد يكون بلو فابل
في الباز العكس، كل ما البيهاش تكون كبيرة كل ما الباز يكون بلو فور. فسرت لكم في الدوزيام اني سيونس فاست المي. دونك قلنا لول هنايا pH تاعو 7 وعندنا الاسيد هنا وعندنا الباز لهنا. دونك كل ما نهرب على الماء هكا في الدوزيام اني فسرت لكم، كل ما نهرب على الماء كل ما يقوى اكثر. دونك باش نهرب على الماء في الباز لازم نقدم القدام. دونك هذاك علاش كل ما البي هاش تكبر كل ما الباز يقوى، بينما باش نهرب على الماء في الاسيد لازم نوخر. هذاك علاش كل ما البي هاش تكون اصغر في الاسيد كل ما الاسيد يكون اقوى. دونك لهنايا علاش مهم اني نعرف ليكيفالونس، انه عندي سوليسيون بازيكا، وبالتالي البي هاش اللي عنده البي هاش الكبيره هو الباز لو بلو فور. يعني او شنو هو النجم نخرج من البي هاش ليكيفالونس، يعني سي هاش 3 سي او موا الباز كونجوغي تاع سوليسيون الثانيه اي بلو فور اي لا باز لا بلو فورت لا بلو فورت ou la plus fort que HCO moins. عملت حتى شيء يعني تو شفت قريت السؤال كيما نقول جاوبت بابهام معناها. اش عملت؟ قلت جوستيفيي كو لا كومباريزون. قال لي هو شنو السؤال؟ سيبوزوني في الباك ما فهمتوش السؤال. قلت شنو نعمل؟ قال لي جوستيفيي كو لا كومباريزون دو بي اش او بوان دو كيفالونس دو زاج بريزانون بيرمي دو كونيتر لاسيد لو بلو فيبل. خويا اني شنو عندي؟ قال لي لا كومباريزون دو بي اش بوان دو كيفالونس. مشيت للبي اش في البوان دو كيفالونس. البيهاش في البوان ديكيفالونس يخرج لي كومباريزون نتاع اونتر دو باز، يقول لي انه سي هاش 3 سي او موان الا بلو فور كي هاش سي او موان. لكن هو السيد لهنايا طالب كومباريزون نتاع اسيد نتاع الاسيد نتاعها. دونك لهنايا يتدخل شويه الكور. دونك تو باش ندخل الكور نتاع سي بون استغليت الدوني نتاعي. تو كيفاش باش نتعدى من كومباريزون نتاع اونتر دو باز كومباريزون اونتر دي اسيد؟ نعرفوا احنا دي كانت فكر فسرت لكم بالجوار يهديد اللي يلك كور مليح بساقيه اليمين جينيرالمون باش تكون ساقيه اليسار تعبه، والعكس صحيح. يعني الساقين اليمين والساقين اليسار هما الكوبل نتاعي. دونك اذا كان اني نكور مليح مليح بساقايا اليمين ها دونك ساقايا اليسار مش تكون تعبه. دونك هذيك هي. دونك اذا كان الكوبل هذايا سي هاش ترواس الباز نتاعو سي هاش 3 سي او موان عنده الباز فورت، دونك لاسيد كونجوغي تاع السيد هذايا باش يكون لاسيد لو بلو فابل. كوردو دونك انا عندي دو كوبل، عندي كوبل الاول سي هاش 3 سي او او هاش. سمعت لكم هذه فاست الجوارات كانت تفكر هدي سي هاش 3 سي او موان، وعندي الكوبل الثاني اللي هو هاش سي او او هاش هاش سي او موا. قلت لك فسرتها بطريقه اخرى زاد اسهل. قلت انا ما يفهمش كيف تكتبهم زوج كوبلوات تحت بعضهم بعد تعمل فلاش تعمل الوحده تاع الكومباريزون ليغاليتي معناها اكبر ولا اصغر هذيك. اي واحده مقابله اللوطا والاخرى مقابله الفوق. قلت انا ما يفهمهاش. هاي صحيح يعطيك الصحة سي جو. هاي ما وقت هذيك من وحي الساعة حكيت لكم على الجوارات وهذه ما تفهمش برشا برامون في الجوارات وشي تبتلت الميتوت بي. دونك صحيح يا جو بي ميموار بتاعك امورها في العام تتحسن ياس الميموار بتاعك في رمضان. دونك عندي هذا الكوبل الاول والكوبل الثاني. دونك اذا كان هذا عنده الباز لو بلو فورت، اذا كان هذا عنده الباز لو بلو فورت دونك هذه اكبر من هذه ها. دونك العكس في الاسيد نقلب. دونك وبالتالي اللي عنده الباز لو بلو فورت مش يكون عنده الاسيد لو بلو فابل، وبالتالي سي هاش 3 سي او هاش اي الاسيد لو بلو فابل كي هاش سي او هاش. دونك الكومباريزون بين الزوز الزرق هذوما شكون عطاها لي؟ عطاها لي الكوربة ذي على خاطر الكوربة ذي تعطيني comparison entre deux bases. باش نتعدى للأسيد نقلب tout simplement. يعني اللي عنده الباز لو بلو فور هو اللي عنده الأسيد لو بلو فابل. تفاهمين ولا؟ ولا كما قال جور الفازة الثانية اللي وريتها لهم حط لكم وقتها الكوبلوات تحت بعضهم هكا ACOH هكا
ACOOH, ACO moins, CO moins. Donc, on a هذا أكبر. Donc, tout simplement, العلامة لهنايا مش تتقلب. Donc, l'acide le plus fort. Voilà, تقلب العلامة. Donc, وبالتالي, ACOH أكبر. مسي هشتر واسي وهاش دي مع عكس عكس بعض سامينا. Donc, هذا هو شنو وقال سوار. فهمتوا تاو شنو وقال سوار ولا Voilà, donc l'équivalence du milieu est basique. La base la plus forte est celui qui a le pH le plus grand. Donc, tu as l'exercice, tu as donné. Or, plus la base est forte, plus son acide conjugué est faible. D'où CH3COH est plus faible que HCOOH. C'est terminé. Ça va, Nescole? Donc, on calme. Sixièmement, je vous rappelle, pour permettre une bonne immersion de l'électrode du pH mètre du mélange réactionnel, on ajoute un volume VE 20 ml d'eau pure au volume VA2 20 ml de la solution S2 d'acide éthanoïque contenu dans le bécher et on refait le dosage avec la même base que précédemment. Donc, je vais vous dire, donc Z le met. Pour permettre la bonne immersion de l'électrode du pH mètre. Donc, il y a un cours comme le cours, il y a un sous-L. Donc, je vais vous dire quel est l'effet de la dilution. Je vais l'avantage de la dilution. Ou la lèche-nam nous fait dilution. Donc, on refait les dosages, mais on ajoute au volume initial de l'acide un volume d'eau. Donc, la lèche-nam, c'est pour permettre une bonne immersion de la sonde de pH mètre dans le mélange. Donc, réponse est en violet. Donc, c'est pour que la sonde de la sonde donc, c'est une bonne immersion. Donc, sonde. Déterminer le pH initial du mélange, le pH du mélange à l'équivalence. عمل ديليسيون يعني زاد الماء شكون زادو للاسيد ولا زادو للباز دونك عمل ديليسيون للاسيد دونك اون اجوت ان فوليوم في او للاسيد يعني السوليسيون الى من لوطي دونك كي نزيد الماء للاسيد دونك نرجع للكور لهنا دونك فوالا دونك ليفي دو لا ديليسيون سور ان اسيد دونك شنو يصير له الاسيد بطبيعه اني شنو عندي شنو نوع خاطر ديليسيون مش كيما على اسيد فابل كيما الاسيد فورا دونك احنا هنا عندنا اسيد فابل خاطر عندي دو بوان ديفليكسيون ديليسيون صارت على اسيد فابل دونك الكور شنو يقول يقول لك دونك بالنسبه للبي اتش انيسيال شتولي بي اتش اي بلس لوغ دو ان الان هي نومبر دو فوا دو لا ديليسيون يعني قداش عملت ديليسيون من مره قداش من مره زدت الماء دونك بلغه اخرى البي اتش انيسيال باش يزيد Hein? Donc, dilution, quand tu fais que l'acide, le pH initial est zide, le pH initial est zide, il va diminuer. Le pH de la demi-équivalence, le pKa, reste inchangé. Donc, on a dit le pKa, c'est une constante. Zide acide, zide base, zide mais, c'est à faire qu'un de température. Donc, reste inchangé, avec la dilution. Le pH à l'équivalence. نسبة pH على الإكيفالونس دونك زيادة الماء مش تأثر بطبيعة ماهيش مش تأثر على النومبر دو مول دونك هذوما 1.5 بي كا أ بلس بي كا أو هذوما سوسون دو كونستونت النومبر دو مول سي بي في بي أو هذا ما يتبدل كان كي تبدل كي تبدل الباز كوردو دونك اللي باش يتبدل هنا اللي باش يتأثر هو الفوليوم دو ميلونج دونك باش يولي
Z le volume d'eau ajouté. Donc, quel le volume d'acide plus le volume de la base. Z de l'HNE plus le volume d'eau ajouté plus VE l'HNE. D'accord. Donc, l'HNE, le pH, je suis sûr. Donc, le coefficient est de Chikber. Donc, je suis en cause. Au bout de le pH à l'équivalence, il va diminuer. D'accord. Bonus, le volume VBE. Il reste inchangé, le volume de la base ajoutée, mais il ne change pas. Tout simplement, parce que tu as une dilution, nombre de moles de l'acide, mais il ne change pas. Tu comprends ou pas? Bien. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit qu'il est fait sur le pH initial. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a la valeur. Déterminer les valeurs. Donc, tu as le pH initial, le pH à l'équivalence. Donc, il y a une chose, je peux prévoir que le pH initial, je hésite. On va voir, je crois qu'il y a une façon de la solution ici, éthanoïque. En éthène, voilà. Donc, qu'il y a une façon de la 3, donc c'est déjà ça. pH initial. Vous connaissez le pH à l'équivalence, va voir qu'il y a 8,8. ثمانية فاصل ثمانية donc normalement il va diminuer donc خاطر في l'équivalence عندي base donc le pH باش يطيح وفي l'état initial عندي acide donc le pH باش يزيد في dilution فاهمين فيها هذه ولا donc باش نحسب ثواني باش نحسب le pH initial الجديد donc كي نعمل dilution باش يقعد acide شو قاعد اسيده اسيد فابل مش مش ما نشوف التابلو نتاعك كونيكسيون على قد لهنا تو اللي تشوفها هاي بي خاصة لي كونيكسيون دخل دايمي سيسرع سي انا حسبت لي كونسونطاسيون سي اش دي قداش وليت مش نجم نحسب البي اش انيسيال عم بقول حتى قلت الأسيد إيفابل إنسان ما الأسيد إيفابل معناه pH إنسان 1.5 بيكا A2 مولوك تا CA2 وديك ست CA2 هي على الإكيفالونس خاطر CA2 في الفوليوم الجديد VA2 بريم يقال CB فوا VBE وطلعت الكونسنتراسيون الجديدة خاطر نومبغ دو مول الأسيد غيست أنشونجي كي زدنا معناها VBE ما تبدلتش أما CA2 هي اللي تبدل طلع معناها وبعدين عوضت تاع pH تحكي على الإكيفالونس أنت ليه مسيونا احكي كيفاش قيل واش كيفاش لقيت سي ا كونسونطاسيون سي ا كنت على ليكيفالونس حطيت سي ا 2 هي فوا فوليوم تاع ا 2 بريم ايغال سي بي فوا في بي او طلعت سي ا 2 طلعت لي 0.05 بعدين عوضتها في البي اش اما في بي اش انيسيال بالقاعده 1.5 بيكا ا 2 موان لوك سي ا قداش قيت البي اش انيسيال جديد بي اش انيسيال قيت 3.05 C'est bon, c'est juste. Mric. Ben, ça aide. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est une méthode de ta siwa, femme toi, ou elle est. Je n'ai pas une méthode d'autre, mais je n'ai pas une méthode d'autre. Je n'ai pas une méthode de ta siwa, ou elle est. T'as mal du lion, donc. Dilution, on a fait le coup, t'as la concentration, t'as l'acide. Donc, la concentration, t'as l'acide. Mais c'est pas de dilution, donc concentration de l'acide, mais je dois aller concentration jdida. Quand je suis là où j'ai la concentration jdida, je n'ai pas de l'acide. Je vais voir le score raisonnette, je vais raisonnette à l'équivalence. Donc, concentration jdida, je vais là où j'ai l'équivalence. Donc, l'équivalence, nous avons dit, un nombre de moles de l'acide, là où est CA ou VA, pour nous égal. Nombre du moule de la base, le CB, fois VBE. A quoi est-ce que tu as fait? Oui, monsieur, mais le volume, c'est que ça met à VA2 prime, parce que c'est le volume de la dilution. Ben, moi je pense que c'est un management d'âme, Kamel. Monsieur Blay, معناها عادي كي تحط السي ا بريم ترد هي سي ا سخان في عوض ما تخدم خدمة سوار هاي هذيك تانجي وا نجم هذيك
عادك هكا تولي انت تطبق القاعده ديريكت. اي انا طبقتها ديريكت. طبق نجم صحيح هاي نجم طبقها ديريكت. هذيك التروازيم ميثود ديك باش نحكي عليها من بعد. باش نبدا بالميثود الصعيبه اللي هي نتاع سيوار، بعد الميثود الاسهل ديكورد، وبعد نخدم بالميثود نتاعك انت اللي هي اسهل منها من الزوز. صحيح زاد هي كمان. دونك قالت في الديليسيون سيوار دونك النومبر دي مول نتاع الاسيد هو نفس النومبر دي مول نتاع الباز. دونك بون هنا بدلت الفوليوم ولا في ابريم على خاطر زدناه المي، دونك الاسيد هذايا زدناه المي. تقولش بيكو حتى الفوليوم تاع الباز خير ما بدلتوش، تو سامبلومون خاطر انا زدت المي للاسيد ما زدتش المي للباز كورد، دونك اللي مشي تاثر هو الفوليوم داسيد داكورد. دونك دونك الفوليوم داسيد هو الجديد هذايا هو الفوليوم انيسيال مع الفوليوم دو اجوتي اللي هو 20 مليلتر، يعني او توتال باش تولي عندي 40 مليلتر. دونك وطلعت الكونسنتراسيون الجديده، كونسنتراسيون الجديده اللي هي سي بي و في بي او. دونك نومبر دو مول نتاع الباز ما تاثرش على الفوليوم الجديده الفي ابريم اللي هي الفوليوم القديمه الفوليوم انيسيال مع الفوليوم دو اجوتي اللي هي 20. دونك هذوما 40 وهذه سي بي فوا في بي او. وطلعت الكونسنتراسيون جديده لقيتها قلت لي 005 كاكا اي نسيو باه. دونك طلعت الكونسنتراسيون جديده. دونك علاش مشات تلوجت على الكونسنتراسيون جديده؟ قلنا على خاطر الديليسيون تاثر على الكونسنتراسيون تبدل الكونسنتراسيون لكن ما تاثرش على النومبر دي مول، النومبر دي مول ما يتبدلش. دونك ما تنساش اني حاجتي بالبي هاش انيسيال. دونك البي هاش انيسيال دونك قلنا انيسيالمون شنو عندي؟ يعني عندي اسيد فابل كي تزيدو المي دونك يقعد اسيد فابل ما يتبدلش. دونك بي هاش نتاع اسيد فابل الناس الكل نعرف شنو هي القاعده نتاعها، هي ان دومي بي كا ا بي كا دو موان لوك دو كونسنتراسيون. بون هنا نحكي على السوليسيون الثانيه دونك سي ا بلين دو لوك دو سي ا سي ا نتاع كونسنتراسيون مولاريتي نتاع الاسيد ثاني جديد ابري الا قاتها 005. دونك قات البي هاش جديده 3.05. دونك فوالا هذاك اش عملت، هي مشات لوجت مشات لوجت على الكونسنتراسيون الجديده هذه اللي تبدلت. ديما هذه في ديليسيون هذه هي اللي تبدلت به. هذا كيفاش خدمت سيوار بي، يعني كيفاش خدمت تو سامبلومون معناها اني نفس الحكايه اما معناها صبيتها ديريكت، معناها مشيتش حسبت الكونسنتراسيون، يعني صبيتها فرد قاعده. دونك اني اش عملت، جيت لهنا قلت بي هاش انيسيال نفس الحكايه هي ان دومي. دونك شي قعد اسيد فابل بي كا ا ما تتبدلش بي كا ا موان لوك. دونك قلت في الديليسيون شنو اللي مش يصير عندي، دونك الفوليوم نتاع الاسيد باش يتبدل. دونك لوك دونك الكونسنتراسيون هذه هي شنو هي نومبر دي مول على فوليوم. دونك بالنسبه للنومبر دي مول باش يتبدل على خاطرني دونك هنايا باش تولي سي 2 لا النومبر دي مول ما يتبدل سي 2 فوا بي ا 2 على ال في ا 2 بلس في او ديريكتومون صبيتها. دونك لهنا شنو حطيت، دونك هي هذه النومبر دي مول نتاع الاسيد على الفوليوم نتاع الميلونج. دونك بالنسبه للنومبر دي مول ماهوش مش يتبدل سي سي فوا في سي لا ميم شو. دونك سي فوا في القديمه سواء خاطر المي ما ياثرش على النومبر دي مول. دونك شكون اللي مش يتاثر؟ الفوليوم نتاع الميلونج الفوليوم نتاعي نتاع الاسيد مش يولي خاطر انيسيالمون عندي كان الاسيد يعني. دونك كان في ا كها ولا في ا بلس في او واضح. دونك كما النومبر دي مول قعد نفسه، نومبر دي مول ديليسيون ما تاثرش على النومبر دي مول، تاثر اثرت هنا على الفوليوم. فاهمين؟ تقول لي شبيك ما حطيتش بلس في بي بوسك في بي يعني انيسيال، يعني انيسيالمون مازلت ما صبيتش في بي، عندي كان لاسيد يعني ريالمون عندي كان لاسيد وزدت الماء في ديليسيون. دونك كيفاش خدمتها؟ يعني خدمتها هكا فاهمين، يعني صبيتها ديريكت. هي اللي سيوار مشيت طلعت الكونسنتراسيون تاع السيد هذايا وحده، من بعد طلعتها بالليكيفالونس، ومن بعد طلعت البي هاش.
اني كونسنتراسيون هذه ما تستحقش اللي نمشي ليكيفالونس باش نطلعها ديريكتومون. حطيتها صبيتها ديريكت هي نومبر دو مول. نومبر دو مول ما يتبدلش على الفوليوم اللي عندي. الفوليوم دو ميلونج انيسيال هو جوست الفوليوم تاع لاسيد كهرو مع طرف الماء اللي زدت. فهمت يا سيوارني كيفاش خدمت؟ اي تخدمت كما السؤال اللي قبله نفس الميثود تاع الاخر. فوالا دونك كيف كيف لقيتها 3.5 زد فاهمين. نجي سي بون لي دو ميثود هذوما شكون عنده فيهم مشكل؟ ميسال سسان قبل ما تعرف الميثود الثالث شكون عنده مشكل كيفاش طلعت البي اتش انيسيال؟ هذه القاعدة تفهم فاش قاعدين نعملو. ما هذه اللي مشات رقدت ب دونك نرجع لهنا. جوهر اموركم نظمه. احنا عندنا قاعده البي هاش تاع اسيد فابل. دونك البي هاش تاع اسيد فابل ابري ديليسيون عندي قاعده هي بي هاش بريم. بي هاش الجديده تاع اسيد فابل ابري ديليسيون هي البي هاش القديمه. ناخذ البي هاش القديمه ها بلس 1 دومي لوغ لوغ ان دو ان. فوالا كوردو. دونك البي هاش القديمه بلس 1 دومي لوغ دو ان كوردو. دونك البي هاش القديمه ا بي بري 3 ولا 3 زايده شوي بلس 1 دومي لوغ ان. والان هي شنو هي؟ النومبر دو فوا دو ديليسيون. كيفاش نحسبوها الان هذيك؟ هي تو سامبلومون الفوليوم جديدة على الفوليوم القديمة. فوليوم جديدة على الفوليوم القديمة تقولوا هذيك هي. كيفاش نحسب الآن؟ دونك الفوليوم القديمة قبل الديليسيون وهذه الفوليوم جديدة بعد الديليسيون. دونك سي 3 بلس 1 دومي لوغ. دونك الفوليوم الجديدة هي شنية؟ هي الفوليوم انيسيال اللي كانت عندي مع طرفة الماء اللي زدتها على الفوليوم القديمة اللي هي إنيسيال يعني ما غير زيادة الماء إنيسيال مو عندي كان في A2 تحسبها. ولا دونك تستعمل القاعدة دي ديريكتومون قال عليها كمان. دونك هي في H بلس 1 دومي لوغ دو N. تستعمل الفوليوم غير ما تمشي للكونسنتراسيون كمان بويسك عندك الفوليوم الجديدة وعندك الفوليوم القديم. فاهمين؟ أسهلك أسهل حتى من الخباب اللي متاع الميتود متاعي ولا الميتود متاع السوار. وهلا ليه؟ بالنسبة للبي هاش أليكيفالونس تعرف نشوفه البي هاش أليكيفالونس مش تتأثر بطبيعة الحال. قلنا ديما كالعادة أول حاجة لازم نعرف أليكيفالونس هي نوع السوليسيون اللي عندي. دونك أليكيفالونس عندي سوليسيون بازيكا سوليسيون باز فابل. دونك نحط البي هاش الإكيفالنس متاع باز فابل بطبيعة البي هاش الجديدة كي زاد الماء. دونك شنو هي القاعدة متاع البي هاش الإكيفالنس متاع باز فابل؟ هي ان دومي نبداو الناس كنا نعرفوها بي كا او بلس بي كا ا بي كا او بلس بي كا ا. طبيعة نحكي على سوليسيون ثانية دونك نحط بي كا ا 2 ونيش نحط سوليسيون او 2 ثانية. دونك بلس لوغ بلس لوغ هنا باش نحط المولاريتي نتاع الباز. مولاريتي نتاع الباز يعني نتاع سي هاش 3 سي او او موان. فوالا بالطبيعة مولاريتي جديدة فوليوم زدت الماء الكونسنتراسيون تتبدل. زدت الماء الكونسنتراسيون باش تتبدل. فوالا كوردو. دونك باش يولي عندي ان دومي PKE c'est 14. Le PKA2 est طلعناها بالPH في الدومي إيكيفالونس 4.8 plus log. Concentration كالعادة هي nombre de mol على volume. Nombre de mol على volume. Le volume اللي عندي توا à l'équivalence. في l'équivalence اني لهنا شنو عندي؟ عندي le volume initial تاع الأسيد وعندي le volume نتاع الباز ايوتي اللي هو 20
وعندي الفوليوم نتاع الماء الا زدته دونك عندي 3 فوليوم هنا في ليكيفالونس وعملت ديليسيون عندي 3 فوليوم عندي الفوليوم تاع الاسيد والفوليوم تاع الباز اجوتي 20 مليليتر وعندي الفوليوم نتاع لو اجوتي اللي هي 20 مليليتر وعندي في او هذه دونك نحط لهنايا دونك في ا في ا 2 الفوليوم تاع السوليوشن الثانيه بلس فوليوم تاع الباز اجوتي على ليكيفالونس le volume d'eau ajoutée. بالنسبة للنومبر دي مول قلنا كي نعملو ديليسيون ما يتأثرش كي نعملو ديليسيون ما يتأثرش يعني النومبر دي مول نتاع الباز مش يقعد نفسه يعني C2 و BA2 دونك ماهيش مش تتأثر بالنسبة للنومبر دي مول شو قاعد نفس النومبر دي مول إنيشيال اللي أنا عندي C2 فوا VA2 مش يأثر مش يأثر عليه ديليسيون النومبر دي مول ديليسيون ما يأثرش برضو ما يأثرش على ديليسيون ما تأثرش على النومبر دي مول بيه دونك لهنا ايش باش يولي عندي دونك كيف كيف نحسب هذه الكل قداش مش نلقاها 8,65 8,65 صحيح سي بيان باه 8,65 صحيح سي بيان فوالا ترى توا لوجيكمون توا باش نخمم باش ننقد الريزلتا نتاعي نشوفها صحيحه ولا غلطه دونك قلنا هنايا عندي باز فيبل دونك قلنا كي يبدا عندي باز فيبل ونعمل ديليسيون البي اتش البي اتش تونس دونك البي اتش القديمه قداش كانت تاع الاو 2 تاع السوليسيون الثاني كانت 8.8 البي اتش القديمه كانت 8.8 دونك قداش قيمتها احنا 8.65 دونك من 8.8 هبطت بعد ديليسيون 8.65 سي لوجيك على الاخر ها خاطر قلنا ديليسيون بالنسبه للباز تطيح في البي اتش طيح في البي اتش بتاع الباس كوردو دونك ديليسيون طيح في البي اتش بتاع الباس فوالا سي لوجيك بالنسبه للبي اتش انيسيال كانت 4.8 قيناها كانت 4.8 كيكا ولا 3 مش كانت 3 ولا كانت 3 البي اتش انيسيال سي 3 كوردو بينها هذا ولا 3.05 دونك زادت شايشة بطبيعة الحال خاطر الأسيد وديليسيون تزيد في البي اتش نتاع الأسيد دونك جوست كانت 3 ولا 3.05 كان ينجم يطلب مني اني نعاود نصور الكورب ابري ديليسيون كان ينجم يطلب مني اني نعاود نصور الكورب بعد ديليسيون كذي خرجت من الدافع اخرى مش تخرج من 3.05 نفس الالور نتاع الكورب يعني تقعد نفس لالبير جوست لي بوان دو كيفالونس كانت في 8.8 الفوليوم هذا مش تبدل يعني مش تقعد على 20 جوست لي بوان دو كيفالونس مش طيح شويه كانت 8.8 مش 8.65 شويه اللقطه شويه كوردو وبالنسبه للبي اتش فينال لهنا اللي ماشي في بريسك في 12.1 باش يطيح زاد خاطر علاش على خاطر في السوليسيون فينال سي اون سوليسيون بازيك ديليسيون طيح في البي اتش نتاع السوليسيون بازيك دونك طيح شويه لهنا كوردو دونك شويه الكورب حاجه كيف هكا كوردو نفس لالور ما جوست لو بوان البوانات مشي تبدلوا الحاجه الوحيده اللي مش باش تبدل اللي هي البي بي ا دونك لازم تتعادى على البوان هذه اللي هي 4.8 والفي بي او زاد مش تبدل يعني الايفالونس تقعد على اللينيا هذي فاهمين الكورب كيفاش تولي ولا لا؟ باهي بيان سور يا رويد فوالا دونك هذا بالنسبة للإكزارسيس الإكزارسيس هذا إكزارسيس دو شو نشوفو كيفاش أخويا؟ سؤال قلت لكم تفضل القاعده اللي بتري استعملتها نتاع بي اتش فريم هي بي اتش بلس 1.5 لوغ دو ان
هذيك نستعملوها كان في الـ كان في الاسيد فابل، معناها كي بدا عندي اسيد فابل تاع بي اتش بريم تاعو، خاطر نعرف القاعده الاخرى نتاع بي اتش بريم هي مولوج سي ا سور ان، هذيك في الاسيد فور مولوج هذيك اخويا في الـ في الباس فور، في الباس فور اي في الباس فور مولوج سي ا سور ان اي مولوج سبريم سي القديمة على السي الجديد في بالي هي موجودة في القواعد متاع الديوليسيون كيفاش يأثر على البي هاش، حطيتهم لكم زاد كوردو في موجودين كوردو كيفاش يأثر معناها الديوليسيون كيفاش تأثر على البي هاش. دونك جينيرالمون بالنسبة للاسيد تزيد وبالنسبة للباز تنقص، بالنسبة للاسيد فور تزيد لوج دو ان، وبالنسبة للاسيد فابل تزيد ان دومي لوج دو ان، وبالنسبة للاسيد فور الباز فور تنقص لوج دو ان، والباز فابل تنقص ان دومي لوج دو ان. لحظة تنقول لك جيمي هاي بي هاج ديليسيون، فوالا هاي بي هاج ديليسيون، هذه هي بي هاج ديليسيون. دونك نورمالمون هذه هذه نورمالمون نلقاو فيها القواعد نتاع تاع البي هاشات الكل. وانا هذي اي عندي من هذي عندي من عطيتها ولا عطيتها لكم اي عطيتها لكم هذيك تلقى فيها البي هاشات الكل، معناها اني تاو البي هاش الايكيفالونس الثانية هذيك اللي هي السوليسيون بازيك وباس فيبل كنت نجم نستعمل هي البي هاش القديمة ها بي هاش القديمة موان دومي لوغ دو ان نستعمل معنا الميثود اللي استعملتها مع ال مع ال نستعمل حتى تو أنا نجي هنا نعمل بي هاش نجم نستعمل بي هاش بريم جديدة هي البي هاش القديمة بي هاش القديمة هاش مدو بويسك أني باس فابل دونك الباس فابل في ديليسيون ينقص لاسيدي يزيد والباز ينقص ينقص فابل ينقص ان دومي لوغ دو ان فور ينقص بلوغ دو ان معناه هو خاطر يحب يرجع الماء هذاك على شكل هيك سبعه مش يزيد وانت زدت الماء بي اش او 2 موان ان دومي لوغ والان كما قلت نفسرها لل الكمال بكري الآن يا إما تأخو هي الفوليوم الجديدة على الفوليوم القديم 40 على 20 لهنا يعني الآن مش تطلع دو فوا عمل ديليسيون دو فوا وإلا هذه يعطيتها لكم هي نفسها سي القديمة على سي جديدة كوردو كونسنتراسيون القديمة على كونسنتراسيون جديدة بون بعد تاني على كونسنتراسيون خاطر ما نقعدش نلوج عليهم استعملت الفوليوم خاطر عندي كوردو واضح مش هاي بي ولا اول هنا عاش الورقه هنا جس جات مقلوبه على موجودين القواعد لا ما جست خطر مقلوبه شوي اللي شارجوها وقلبوها انتم بي نمشي للاكزرسيس ولا هي الاكزرسيس 3 Donc, on a l'exercice 3. On considère deux solutions aqueuses S1 et S2 de même concentration molaire CB et correspond respectivement à l'ammoniac NH3. Ou l'autre, le méthylamine, le CH3, NH2. Méthylamine, c'est un acide aminé. Donc, par une solution aqueuse d'acide. Donc, la cause d'acide chlorhydrique HCl de concentration CA 0,1 mol moins 1 en dose de même volume VB 10 ml de S1 et S2 sur la figure 1. On représente le courbe C1 relative au dosage de S1 ou C2 de dosage S2. Donc, on a le courbe décroissante, on a 7 qu'à des doses, fi base acide. D'accord? Donc, on dit, donc, on a votre père de l'hal. نعم سي زو سي كيفاش عارف ان هو سي ا و سي دو قعدت اللغة اي هو هنا
اي ناقص دوني هذه سي 1 وهذه سي 2 هذه سي 1 لوطانيه سي 1 وفوقانيه سي 2 هي عندك الحق قدي ديجا سي 1 اي لوطانيه سي 1 وفوقانيه سي 2 ناقص دوني به قالي دوني ان شيما انديك سي دو ديسبوزيتيف اكسبيريمونتال ريلاتيف او دوزاج ديون باز بار ان اسيد فور دونك هنا باش نعملو كالعادة باش نعملو ال كلا عملتها في تي بي هذيك عملناها في تي بي دونك عندي بيوريت جرادويي كالعادة هنايا وعندي بشير ولا نحط له ايرلان مايرز كيف كيف وهذايا سي لاجيتاتور هنايا لاجيتاتور هنايا نعملو بارو اي مونتي كير لهنا ونعمل له pH متر دونك هذه هي الصوند متاعي دونك هنا عندي pH متر ونعمل له دونك لا نوتاسيون متاعي دونك شنقول له هذه بيوريت جرادويي دونك نورمالمون نعمل له دي جرادياسيون كيف هكا دونك هذه هي بيوريت جرادويي دونك المونتاج هذا نعرفوه من دوزيام اني سيونس يعني عندنا عليه ثلاث سنين جرادويي دونك ونحط له سوليسيون في الوسط لهنا دونك قاعد ندوزي فيهم باسيد فور اللي هو بار اون سوليسيون داسيد كلوريتريك HCl دونك الاسيد فور هو من الفوق دونك من الفوق عندي سوليسيون داسيد كلوريتريك يعني عندي ليزيون H3O بلس Cl موان هذه هي السوليسيون تتنط اللي ندوزي بها من النقطة دونك عندي لهنايا دونك سوليسيون دو باز سوليسيون بازيك تنجم تكون السوليسيون الأولى ولا الثانية سوليسيون بازيك هذا بارو اي مونتي بارو اي مونتي لاش يصلح البارو اي مونتي باش نخلطو الميلونج مسيو بيان هوموجينيزي لو لا سوليسيون دو باز يعطيك الصحة يا سيوا سي بور بيان هوموجينيزي سي بيان ها لا سوليسيون باش تخلط مليح سوليسيون يعطيك الصحة دونك وهذايا لاجيداتور مانيتيك بطبيعة الحال من البريمير عني واحنا نستعمل فيه جيتاتور مانيتيك ولا شمع التكنيك جابوها لهم با مال دو فوا جست صورها لهم وجست انت جوهر تكمل لانوتاسيون يعني تحط للنوتاسيون يعني تكيهم الكاكا فارغين وتتكمل بوردو به السؤال الثاني شنو قالنا Déterminer graphiquement les coordonnées du point d'équivalence E1 et E2 de chaque dosage. Donc là, je vais faire le... Hein? La correction, la correction, ou la correction, اما عندي الكوريكسيون بتاعها عندي تاون كانوا هبطهاش تاون هبطها انا نشوف هبطهاش بيه تاون هبطها لكم مش مشكل دونك باش نطلع غرافيكمون كالعاده باش نعمل ميثود نتاع لي طونجون باراللي ها استنسنا بها الميثود نتاع طونجون باراللي دونك غانيش نطول فيها برشا بويس شفناها الحصه اللي فاتت دونك فوالا دونك باش نعمل طونجون باراللي لهنا على الكورب الاولانيه فوالا دونك ناخذ طونجونت الاولى على الكونكافيتي هذه فوالا دونك
بعد ناخذ بالنسبه لي سي ا دونك نعمل تانجنت ثانيه على الكونكافيتي هذه ثانيه هذه برضو دونك بالنسبه للكورب سي 2 تانجنت طولانيه نفسها دونك هذه نفسها دونك جوست تانجنت ثانيه مش تبان دونك ناخذ مثلا باهي دونك طونجونت لاين لازم تمس في الكونكافيتي الحقيقة فوالا هكا هذه فوالا دونك طونجونت طولانيه كلاعاد بعد ناخذ بيربوندوكولير عليهم الصوص نعمل بيربوندوكولير صور بيربوندوكولير عليهم فوالا بعد نعمل ميدياتريس ميدياتريس على الكورب الاولانيه ميدياتريس كورب الاولانيه تعطيني باهي نجي بلي كان الميليو هذا هو الميليو دونك الميدياتريس فوالا الميدياتريس مش تعطيني بريسك لهنا هنا هذه البوان دو كيفالونس يعني مش تعطيني بي اش على الكيفالونس في السانك كوردو في السانك بالنسبة للكورب الثانية بالنسبة للكورب الثانية كولور نتاعها هذا دونك كيف كيف ناخو تانجونت هذي و تانجونت هذي على لو دو كونكافيتي نتاعها كنت نعمل الميدياتريس صور الميدياتريس بيربوندوكولير عليهم زوز بيربوندوكولير عليهم زوز بعد نعمل ميدياتريس دونك ميدياتريس نورمالمون باش يجيني ابري لهنا حاجة كيف هكا فوالا هي النص تاعها دونك بيربوندوكولير عليهم Voilà. Donc voilà, donc il y a une médiatrice. Donc l'intersection à la courbe, je t'attends le pH à l'équivalence à peu près l'année qui est à 6. Donc le pH à l'équivalence à la courbe, la solution à 5 ou la 5, c'est la chouette. Pour le pH à l'équivalence à la courbe, je t'attends le 6. بالنسبة للفوليوم أجوتي فوليوم داسيد أجوتي على الإكيفالونس دونك باش يكون 10 مليليتر فوالا سي 10 مليليتر فاهمين دونك لقيتها هكا يا كمالة أي فوالا سي بيان دونك الـ E1 باش يكون عندي دونك الفوليوم داسيد أجوتي على الإكيفالونس 10 مليليتر و pH على الإكيفالونس 5 ولا 5 زايدة شوية حتى 5.1.2 سي أكسبتابل 5 كان يقيدها بالنسبة للبوان دو إكيفالونس تاع الكورب الثانية pH نتاعها أعلى شوية دونك 6 pH 2.6 لكن عندهم نفس الفوليوم داسيد أجوتي على الإكيفالونس اللي هو 10 مليليتر باهي كيستيون من بعد قال لي ديدوير كو لو دو باز سون فابل ديدوير كو لو دو باز سون فابل كيف جاوب تاع لا هذه لي دو كور بريزونت تروا كونكافيتي اي دو بوان سي بيان سي بيان فوالا دونك عندي نعم يا مسيو شخصك انا الحاجه ذي اللي حلت انا مسيو قلت خطر بالبيهاش خطر من بعد مسيو كنت كمل تقرا يقول لك بوتو افيرمي ا بارتير دو كورب دو دوزاج معناها مسيو ما تنجمش تقول الكلام اللي قالت السؤال كان من بعد ديك الكلام هذاك صحيت يا كمال صحيت صحيت يا كمال صحيت الرمارك نتاعك في بلاصتك
جاوبتك صح صحيت. دونك توما تو كي جاوبتو لهنايا سوار جاوبت انت بالبوان دافليكسيون سؤال بي تي سي تلقى لك بيتون افيرمي ا بارتير دو كورب انه اللي عندك سون دو باس فيبل. كيفاش عملت كيفاش جاوبت بي تي سي؟ اي ديجا صلحت هنا غلط رجعت يفقد بها من بعد رجعت قلت لي هاش او انفيريور سيت معناها باس فيبل وحطيت السؤال اللي من بعد هذيك. فوالا فوالا دونك فازت لي بوين دافليكسيون عندي عندي دو بوين دافليكسيون تروا كونكافيتي فسؤال بي تي سي مش نجاوب على خاطر قال لي ابارتير دو لا كورب كيفاش مكونفيرمي انه هو باس فيبل. اه ابارتير دو لا كورب معناها باش نحكي على بوان دافليكسيون جرافيكمون لكن هنا قال لي ديدوير يعني يحبني نستعمل البي هاش على ليكيفالونس يحبني نستعمل لي بوان دو كيفالونس يعني يحبني نستعمل البي هاش على ليكيفالونس بور ديدوير كي سي كي سي سون دو باس فيبل. دونك البي هاش دو كيفالونس سواء البي هاش دو كيفالونس نتاع هذه تاع الـ E1 ولا تاع الـ E2 inferior à 7 دونك الـ pH à l'équivalence سواء تاع الأولى وإلا الثانية سي inferior à 7 pH زاد E2 inferior à 7 دونك c'est une base faible. تقول لي باهي باهي فما زوج إشكاليات بالنسبة للتلميذ باهي فما التلميذ الـ قولي بي هاش أصغر من 7 هذه أسيد بيه. أول حاجة إحنا نحكيو على السوليسيون إنيسيال يعني السوليسيون اللي نحكيو عليها هي السوليسيون لهنا بي هاش انفريور أسيد هي السوليسيون اللي موجودة لهنا اللي هي ستون سوليسيون أسيد فابل طلقت من باس فابل دونك هنا مش توصل أسيد فابل دونك بي هاش انفريور أسيد خليني نقول إنه أسيد صحيح سوليسيون اللي موجودة في الإكيفالنس تون سوليسيون داسيد فابل سوليسيون على الإكيفالنس على الإكيفالنس تون سوليسيون تان أسيد مسي عنديش نقول فكرتي خطر أسانا خنكمل فكرتي ونجيك لفكرتك أنت خنكمل فكرتي سوليسيون على الإكيفالنس تون سوليسيون داسيد فابل وحنا نعرفو مليح مليح إذا كان في الإكيفالنس عندي أسيد فابل دونك اوتوماتيكمون انيسيالمون باش يكون عندي الباز كونجوغي نتاعها اللي هي باز فابل وبالتالي نستنتج من ليكيفالونس انو السوليسيون انيسيال اللي هي السوليسيون نتاع الان هاش 3 و السوليسيون الثانيه اللي هي نتاع سي هاش 3 ان هاش 2 مادام في ليكيفالونس عندي اسيد فابل معناها هذوما زوز انيسيالمون سي سون دو باز فابل خاطر نعرفوا انه اذا كان في ليكيفالونس عندي اسيد فابل راهو انيسيالمون عندي باس فابل اذا كان في ليكيفالونس عندي باس فابل انيسيالمون عندي اسيد فابل دونك عن طريق البي هاش ديال ليكيفالونس حددت نوع السوليسيون على ليكيفالونس دونك وبعد رجعت دونك انيسيالمون حطيت الكونجوغي نتاعها هكا تكون الاجابه وافي. تفضل يا كمال اعطيني بصح احنا ما نعرفوا في درسك البيكا انه وقت اللي البي هاش انيسيال باش يكون تاع باز 4 لازم يكون بي هاش هي تيغال بيكا او بلس لوك دو سي هكا ولا نورمالمون عاود لي بيكا او بلس لوك دو سي اي باش نطلعوا انه وقت نقولوا هذيك باش نطلعوا معناها السيد ولا الباز هذاك 4 الباز 4 هذاك ما نمشيو نقاوه يقال سي انا مشيت عملت الكيكة معناها مشيت حسبت البي هاش انسيال عندنا من الكورب طلعت وحسبت بيكا او بلس لوك دو سي وبعد قلت ما اصغر معناها البي هاش اصغر قلت دونك تن اسيت باس فابل باه لوجيك باهي برش جميل العملي باهي برش صحيح صحيح تنجح يا كامل باهي لكن هنا شنو هي المشكل المشكل انك انت خاطر قال لي ديدوير انا يحبني نستعمل يحبني نستعمل البي هاش على ليكيفالونس انت هنا ما استعملتليش البي هاش على ليكيفالونس فهمت كمان استعملت البي هاش انيسيال وهو في الاكزرسيس قال لي ديدوير لو كان ما قاليش ديدوير تولي الميثود نتاعك باهيه عجبتني الميثود نتاعك فهمتني تولي الميثود نتاعك هايله فهمتوا كمان شنو وقع حاب يقول ولا هاك رجعت هذه بكري نسأل عليك راهي هذه خاطر سألت سؤال وسخلتك رقدت باهي كمال شنو قال
قال اني باش نبين انه انيسيالمون عندي باز فيبل باش نخدم بالابسورد باش نبين اللي هو ماهوش باز فور. يعني اذا كان بينت انيسيالمون هذا ماهوش باز فور معناه بالضروره مش يكون باز فيبل كوردو. لكن الاشكال به بون لهنايا دونك كيفاش باش يبين كمال انه هو ماهوش باز فور؟ يا اخي واش قال لي كمال؟ قال لي اني نعرف القاعده نتاع الباس فور البي اتش تاع اي باس فور هي بي كا او بلس لوغ دو سي. صحيح بي كا او بلس لوغ خدمنا به هذه في باك سيونس ظاهر لي كمال صلحنا باك سيونس 2019 خدمنا به الفازه هذه ولا هو 2018 ها خدمنا به وقت لك صلحنا باك 2018 نتاع باك سيونس ولا هو باك 2019 ولا هما هاي استعملناها هذه. دونك قال كمال شنو نعمل؟ يعني نمشي نحسب بي كا او بلس لوك سي بي ونبينها لا هي ما تساويش البي هاش اللي عندي. قال البي هاش انيسيال اللي عندي البي هاش انيسيال اللي عندي نجم نطلعها من الجرافيك كون مثلا هذه ندوز نمشي نحسب بيها بي كا او بلس لوك دو سي بي وعندي كي سي بي انت كمال لهنايا عندي سي ا مشي طلعتها بلي ايكيفالونس اي بعد سالك عليها صعيبه شويه من بعد سالني عليها فهمتي بون هي الفكره طيبه ما هم قلت له في الاكزرسيس ما تنجحش خاطر من بعد سالك على السي بي وديجا قال لك ديدوي دونك كامل اش قال؟ قال ان نحسب بي كا او بلس لوك سي دي ونبينها له هي ماهيش قد البي هاش انيسيال هذه يمشي يجيبها من الجرافيك من الكور وهذه نجم يحسبها داكورد. اذا كان بينهم مش قد معناها سي با ان ساجي با دون باز فور مادام ماهمش قد دونك ان ساجي با دون باز فور دونك باش يكون باز فيب نجم اما جوست في الاكزرسيس هذا ما نجمش نستعملها خاطر قال لي دوير دونك يحب نستعمل ليكيفالونس دونك الميثود المناسبه هي البي هاج ليكيفالونس اقل من 7 تالي عندي اسيد فيبل في ليكيفالونس دونك نجم نستنتج اذا كان عندي قوضها قاعده اذا كان عندي اسيد فيبل في ليكيفالونس اوتوماتيكمون نجم نقول انه انيسيالمون عندي باز فيبل كيف اذا كان عندي في ليكيفالونس باز فيبل نجم نقول انه انيسيالمون تعلقت باسيد فيبل. توا نجي للريبونس اللي قالت عليها سيوار بكري دونك بيتون افيرمي ا بارتير دو لا كور دو دوزاج اي سون افوار ريكور ا 1 اي 2 كو لو دو باز سون فيبل. توا علي ا بارتير دو لا كور دونك يحب نستعمل الكور باش نبين باز فيبل. توا نحكي له على فاز لي بوين دافليكسيون دونك شنجي نقول دو كور بريزونت دو بوين دافليكسيون دونك عندي بوين دافليكسيون لهنا في الدومي ايكيفالونس وعندي بوين دافليكسيون لهنا في ليكيفالونس دونك عندي دو بوين دافليكسيون سواء في الكورب الاولى او في الكورب الثانيه زوج عندهم دو بوين دافليكسيون زوج عندهم بوين كونكافيتي كونكافيتي الاولى كونكافيتي الثانيه كونكافيتي الثالثه دونك لو دو باز يكونوا فيبل هذه واضحه. ثروزيمون قال لي ديتيرميني لا كونسونطراسيون مولير سي بي قلنا الحصه اللي فاتت الكونسونطراسيون كيفاش نطلعوها يا اما بالليكيفالونس والا بالبي هاش اينيس يلا دونك قلنا ليكيفالونس بنستعملوها كان كي يبدا عندنا واحد منهم يا تكون عندنا سي ا ولا يكون عندنا سي بي دونك كان عندي سي ا دونك نجم نستعمل ليكيفالونس باش نطلع سي بي والا نستعمل البي هاش انيسيال باش نطلع منه الكونسونطراسيون سي بي d'accordo donc zoz sah donc lehnaya question 3 donc la concentration dit man tlaha ya imma bil equivalence ya imma bil pH initial donc je n'hhtar kima qal kamel al equivalence khatr andi la concentration ta l'acide donc nakhdem bil equivalence khir li khatr li graphique dima fi risk ma yatik chi resultat exact donc madam andek concentration تاع واحدة منهم أسيد ولا باز دونك تخدم بالإيكيفالونس دونك عندي سي أ في أ بطبيعة لهنا باش نحط سي أ في أ أو خاطر الأسيد هو اللي قاعد نصب فيه إيكال سي بي في بي ونجبد السي بي متاعي كونسنتراسيون سي بي هي سي أ في أ أو سي أ فوا في أ أو على الفوليوم متاع الباز متاعي انا سوليسيون وقال عليها ديتيرمين كونسنتراسيون مولير سي بي عندهم نفس الكونسنتراسيون مولير هما في بي دونك عندهم ميم فوليوم دونك سي بون ما عندهم نفس
كونسونطراسيون خاطر عندهم يندوزي فيهم بنفس السي ا وزوز عندهم نفس الفوليوم دونك مش تكون عندهم نفس الكونسونطراسيون دونك علاش قال سي بي ما قال سي بي 1 ولا سي بي 2 دونك خاطر سي ا هو نفسه 0 1 الفوليوم اجوتي زاد الاكيفالونس نتاع الاسيد هو نفسه 10 اللي عملنا البروجيكسيون تاع البوان دو كيفالونس الاولى ولا الثانيه لقينا 10 مليلتر دونك الزوز عنده 10 مليلتر والفوليوم نتاع الباز زادها هي 10 مليلتر دونك 10 دونك تقعد لي 0 1 نحى 10 في 10 دونك الكونسونطراسيون نتاع الباز الاندوزيو فيها هي 0 1 وبطبيعه ما ننساوش لونيتي مكان الجوهر يعطينا 0 شفت يا جوهراني تلميذ نجيب ننتبه لملاحظاتك باهي كاتريامون قال لي اكري ليكواسيون لا رياكسيون دو دوزاج دو لا باس دونك ليكواسيون دو لا رياكسيون دو دوزاج تاع الباس دونك نحط الباس يتفاعل مع الهاشترو بلس يعطينا الكونجوغي نتاع دونك كاتريامون بيتيتا رياكسيون دو دوزاج نتاع الباس دونك الباس نتاعنا هو الامونياك ان هاش 3 دونك شي يتفاعل مع الاسيد اللي هو هاش 3 او بلس نجم يا نور تحط سي ال موان كانت كيف كيف ما يقلقش تونيون انيرت دونك الاهم حاجه فلاش برك سي رياكسيون توتال ماهيش دوبل فلاش دونك لاسيد كونجوغي نتاع ان هاش 3 هو ليون امينيوم ان هاش 4 بلس بلس هاش 2 او بطبيعه الحال مع الماء بطبيعه كوسك حطيت سي ال موان لهنا يا نور لازمك تعاود تكتب لي سي ال موان زاد لهنا ولا رياكسيون دو دوزاج بيتي بي قال لي ديتيرميني لو بي كا ا دو كوب ان هاش 4 بلس ان هاش 3 دونك البي كا ا نطلعوها بالبي هاش دو مي ايكيفالونس دونك نطلعو دو مي ايكيفالونس دونك شنو باش نعملو باش ناخذو الفوليوم نقسموه على 2 بالبروجيكسيون نطلعو البي كا ا دونك عندي 10 دونك في ا او سور 2 هي 5 دونك نعمل بروجيكسيون دونك بالبروجيكسيون لهنا مش تطلع لي دونك نهزها لهنا نعم يا سوار نعم يا سوار انا عملت بروجيكسيون على الكروب الاخرى سي في فيري سي دي الاخرى لا لا على سي ان على الكروب سي ان زيدوهم سي ان زيدوهم زيدوهم سي ان سي دو دوما زيدوه دونك في ا سور دو دونك سي 5 بالبروجيكسيون طلع لي 9 فاصل شويه فاصل 2 9 فما كارو دونك سي 9.2 دونك هذه هي البي اتش دو مي بالانس اللي هي نفسها البي كا ا ها بي كا ا نتاعي دونك دونك الكوب ان اتش 4 بلس ان اتش 3 والكورب الكورب نتاعو هي سي 1 دونك نحط لهنا دونك دي ا او سور 2 دونك نحط له بي تي بي بي كا ا تاع الكوب الان هاش 4 بلس ان هاش 3 هي نفسها البي هاش ان دومي بي هاش دومي كيفالونس كوردو دونك البي هاش دومي كيفالونس طلعها بال في ا او سور 2 دونك خذيت الفوليوم اجوتي على كيفالونس نقسمه على 2 عطينا 5 مليلتر وبار بروجيكسيون دونك تخرج لي البي كا شفتوا تو برسك خدمنا ثلاثة اكزرسيسات ديما نفس الأسئلة شفتوا هذا كيفاش حاسينها سهلة ديجا راني نخدم وما كومش تسألوا فيا خاطر في التروز اكزرسيس نفس الكيستيون قاعدين تتعاود باهي كيستيون 5 كومباري لا فورج دو دو باز اون يوتيليزون بي هاش انيسيال بي هاش دو كيفالونس و بي هاش ان دومي دونك هنايا بتروا ميثود باش نستعمل بي هاش انيسيال في مرحلة أولى كوم بريمير ميثود باش نقارن دو باز انا هو الباز لو بلو فور من خو بعد نستعمل بي هاش ليكيفالونس بعد فينالمون نستعمل بي هاش دومي كيفالونس بالنسبه للبي هاش انيسيال ديما كالعاده انيسيال ولا في ليكيفالونس ولا في دومي كيفالونس لازم نشوف ميم كونسونطراسيون هاي نحكيو على ميم كونسونطراسيون انسان صحيح صحيح دونك ديما اهم حاجه نشوف سواء انيسيال ولا في ليكيفالونس ولا في دومي كيفالونس لازم نعرف شنو هي نوع السوليسيون اللي عندي باش نجم نحكم دونك انيسيالمون شنو عندي لهنا عندي باز فابل دونك عندي سوليسيون بازيك دونك
solution basique le pH اللي عنده pH الكبيرة هو الباز لو بلو فور كما قال سالم ما ننساش ها كلمه دو ميم كونسنتراسيون لهنايا هي كمال دونك باش تكومباري بال pH لازم تحكي على الكونسنتراسيون دونك باش نقول له دونك ميم كونسنتراسيون ديجا لو دو باز سي 1 و سي 2 عندهم نفس الكونسنتراسيون دونك نشوف ال pH انيسيال الاولى وال pH انيسيال الثانيه اللي عنده pH الكبيره هو اللي عنده هو اللي عنده الباز تقويه دونك pH انيسيال الاولانيه هيك لهنا دونك عندي ابيبري في الزون نتاع دونك واضحه حتى من غير ما نطلع الفالور pH 1 اصغر من pH 2 كل pH 2 في 12 وال pH 1 في 11.2 حاجه كيف هكاك دونك pH 1 سي انفيريور ل 12 وال pH 12 ال pH 2 هي 12 كل دونك مادام ال pH 1 اصغر من pH 2 معناها السوليسيون الثانيه هي اللي عندها الباز لا بلو فورت دونك نجي نقول لهنايا دونك الباز الثانيه السوليسيون الثانيه اللي هي CH3NH2 هي لا باز لا بلو فورت هي لا باز لا بلو فورت voilà باهي باش نكتفي بالقدر هذا اليوم سي بون ان شاء الله المره الجايه نحاولوا نكملوا نزيدوا نخدموا على دوزاج هكا تكملوا ليكزرسيس 3 ما عادش فيه حاجه كبيره كاستيون ظهر لي وتخدموا ليكزرسيس ليكزرسيس 4 تفهمينا وقتاش تجي وقتاش على الجروب تاو نعلمكم ان شاء الله على الجروب تاو على الفيسبوك تاو نقول لكم باهي ان شاء الله ان شاء الله هاي سيدي على خير على خير, على خير.